and resistance. Current and resistance اللي هو التيار والمقاومة. طبعا والاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، يعني أيما وجد current توجد resistance. يعني هناخد طبعا يعني ايه current ويعني ايه resistance بالتفصيل دلوقتي، بلاش نسبة الأحداث. دي التوبكس بتاع الشابتر كلها. احنا النهاردة هناخد لحد الـ electrical power، وبدأ من الليكتشرك اللي بعدها ان شاء الله هناخد الالكتريكال اكتيفيتي ان ذا هارت، اللي هي النشاط الكهربائي اللي بيبقى موجود في جسمنا، اللي هو المحرك الاساسي للقلب. يعني هنبدأ بالالكتريك كارنت. ايه هو الالكتريك كارنت؟ كلمة كارنت دي في حد ذاتها يا جماعة كلمة معبرة جدا 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 يعني. وقبل ما نعرف يعني ايه الكتريك كارنت، عرفنا الكارنتس كتير قوي. يعني لما يكون في مجرى نهر والميه بتمشي كلها في اتجاه واحد، كنا بنقول ده تيار المائي، التيار المائي او الووتر كارنت. تمام. لما نلاقي مثلا في افلام الكاوبويز القديمه لما يجوا بالحصنه ويسوقوا قدامهم قطيع بكر، وقطيع البكر ده كله يجري في اتجاه واحد، ده كارنت. تمام. فمقصود هنا بكلمة current هي flow، تدفق. تمام. وبالنسبة للإلكتريك current هنا هو flow of electric charge، يعني الشحنة الكهربية بيحصل لها ايه؟ تدفق. فقال طب احنا عايزين نديله definition محدد. قال لك خلاص هنقول هو الشحنة اللي بتعدي خلال مساحة ما في زمن مقدار 1 ثانية. تمام. فبنقول كده ان الاي بحط هنا كلمه افريج على اساس ده متوسط التيار، يعني لان التيار ممكن يكون بلسيتد او يكون متغير. فده دي تعريف التيار على العموم، ان متوسط التيار هو كميه الشحنه اللي بتعدي في خلال زمن دلتا تي من خلال مساحه ما. تمام. ذا ريت ات ويتش تشارج فلوز، تدفق للشحنه، فلوز ذا سيرفيس. دلتا كيو ده اللي هو الاماونت اوف تشارج، والدلتا تي ده اللي هو التايم. طيب طبعا تشارج الوحده بتاعتها كولوم، والتايم الوحده بتاعتها سكند، فبندي للكرنت وحده اسمها امبير اللي هي بتساوي كولوم على سكند. لما يكون بيتكلم على تيار بيسموه انستنتينيوس كرنت. انستنتينيوس كرنت معناها تيار لحظي. احنا هناك قلنا الافريج كرنت ده متوسط التيار، يعني ممكن التيار يعلى او يقل عن القيمه دي. الانستنتينيوس كارنت هو التيار في لحظه زمنيه ما صغيره جدا جدا. فانا لو قلت في خلال لحظه زمنيه دي تي دي قلنا قبل كده في الكالكولس معناها اليمنت صغير جدا جدا من التايم. تمام. اسمه دي تي. تمام. وفي خلال الزمن دي تي ده بتعدي بالاريا بتاعتنا شارج دي كيو، فبنلاقي ان الاي بيساوي دي كيو باي دي تي. تمام. وده في علم الرياضيات او في علم التفاضل ده بيسموه ديفرنشيشن، تفاضل الشحنه بالنسبه للزمن. فاوقات بيبقى عندنا مثلا ايكويشن للتشارج وذ ريسبكت تو تايم، علاقه بين الشحنه والزمن، بنيجي نعمل لها ديفرنشيشن ونجيب ريليشن جديده خاصه للكرنت. تمام. الموضوع ده ممكن نحتاجه في اخر الشابتر خالص لما يكون معايا التشارج واعمل لها differentiation with respect to time. تمام. اتفقنا ان ال SI unit of the current is the ampere، وحدة التيار هي الامبير. الامبير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن column per second. column per second. In a metal for example the charge carriers are electrons، معروف ان في الميتال ان ال charge carriers هي الالكترونات. تمام. In electrostatics في الشابتر الاولاني اللي احنا درسناه، where charged are stationary the electric potential is the same everywhere in a conductor. الكلام ده خدناه طبعا بالنسبه للكوندكتور، عرفنا ان لو الشحنه ثابته معناها ان مفيش حركه ليها، معنى كده ان مفيش فرق في الطاقه، مفيش فرق جهد، فبنعتبر الجهد الكهربي ثابت او فرق الجهد بزيرو. تمام. يبقى على سطح اي كوندكتور البوتنشال في اي مكان متساوي، وأدام متساوي يبقى لو أنا جبت الديفرنس يعني هنا 5 وهنا 5، لو جبت الفرق الجهد يديني كام؟ يديني 0. يبقى الكوندكتور
بنقول كده ان البوتنشال از ذا سيم ايفريوير. ده شرط ايه؟ شرط ان التشارجز ار اي ستيشنري، ما فيش كارنت. بمعنى كلمه ستيشنري معناها ان الشحنات ما بتتحركش، وادام الشحنات ما بتتحركش ما فيش فلو، يبقى الكارنت بكام؟ بزيرو. تمام. This is no longer true for conductors carrying current as charges move along a wire. The electric potential is continually decreasing. تمام. الكلام ده بقى لما يكون في حركة للشحنة هنلاقي إيه؟ إن الإلكتريك بوتنشال هيقل. أفكركم بالكلام ده خدناه في شابتر 2. اتفقنا إن أنا لو عندي اتجاه المجال الشحنة بتمشي في اتجاه المجال. أنهي شحنة؟ الشحنة الموجبة. تمام. فأدام الشحنة الموجبة بتمشي في اتجاه المجال، يبقى الشحنة الموجبة بتمشي في اتجاه نقصان الجهد. احنا خدنا الكلام ده، خدنا الدلتا في بتساوي سالب اي في دي، وقلنا الإشارة النيجاتيف دي معناها ايه؟ معناها ان فرق الجهد بيقل في اتجاه المجال. تمام. فلو احنا لقينا في اي مكان كارنت، والكارنت ده بيدل على اتجاه الشحنة الموجبة، فبنلاقي ان على طول السلك هنلاقي ان البوتنشال عمال يقل. طب خليني ابسطها لكم بطريقه ابسط شويه. نروح للجرافيتي. ما هو الالكتريستي او البوتنشال في الالكتريستي شبه البوتنشال في الجرافيتي بالظبط. لما يكون عندي مثلا حجر على قمه جبل، والحجر ده هيتدحرج هينزل لاسفل الجبل، لما يكون في اعلى قمه مش هو بيبقى اقصى ارتفاع؟ اقصى ارتفاع ده معناه اقصى بوتنشال انرجي، طاقه الوضع. هي طاقه الوضع اللي بتبذلها الارض على الجسم في الوقت ده بتبقى اكبر ما يمكن. الجسم ده كده عند قمه الجبل بيبقى متخزن جواه بوتنشال انرجي اللي هي بتساوي ام جي اتش، اللي هي الوزن في الارتفاع. تمام. طيب لما الحجر ده يسقط ارتفاعه بيجرى له ايه؟ بيقل. ومعنى كده ان طاقه الوضع عماله تتحول لطاقه حركه. طاقه الوضع عماله تقل وطاقة الحركة عمالة تزيد. ليه طاقة الوضع عمالة تقل؟ لأن الارتفاع بيقل. تمام؟ طب الطاقة دي بتروح فين حسب قانون بقاء الطاقة؟ بتتحول لطاقة حركة. طاقة الوضع بتتحول لطاقة أي حركة. طب تعالى نقول جملة كده نشوفها صح ولا غلط. في اتجاه سقوط الحجر الجهد أو طاقة الوضع بتاع الجسم أو طاقة الجهد بتاع الجسم بيجرى لها إيه؟ بتقل ولا بتزيد؟ هلاقي إن طاقة الوضع أدام الارتفاع بيقل، هلاقي إن طاقة الوضع إيه؟ كمان بتقل. يبقى في اتجاه انحدار الحجر من اعلى الجبل البوتنشال انرجي ديكريز. تمام. الكلام ده بالظبط بنقوله هنا بالنسبه للكرنت. As the charges move along the wire the electric potential is continually decreasing. البوتنشال بيقل باستمرار طول ما الشحنه ماشيه في اتجاه الدحرجه بتاع الشحنه، كان الحجر بيتدحرج والشحنه كمان بتتدحرج من اعلى الجبل مثلا. أعلى الجبل من بالنسبة لها اللي هي الكوندكتور، طرف الكوندكتور الأولاني بيبقى عند بوتنشال عالي، وطرف الكوندكتور الثاني بيبقى عند بوتنشال أقل. فأعلى الجبل اللي هو اللي عنده البوتنشال العالي، وأسفل الجبل اللي هو اللي عنده بوتنشال إيه؟ أقل. فبرضو الشحنة كأنها بتنحدر من جبل، بس جبل إلكتريكالي أو بيخضع للإلكتريك فورس مش الجرافيتيشنال فورس. تمام. الشحنه بتتاثر بقوه كهربائيه، ما بتتاثرش قوي بالايه؟ بقوه الجاذبيه، لان طبعا الالكتريك تشارج بتبقى فيري سمول، الماس بتاعتها قليله جدا جدا، فبنقدر نعمل الجرافيتيشنال افكت عليها. طيب اذا تشارج باسنج ثرو ذا كروس سكشنال اريا كود بي بوزيتيف اور نيجاتيف اور بوث. الشحنات اللي بتعدي خلال مساحه المقطع ممكن نقول هي الشحنه الموجبه او هي الشحنه السالبه، يعني نقول اتجاه التيار هو اتجاه حركة الشحنة الموجبة أو اتجاه حركة الشحنة السالبة أو الاتنين مع بعض. تمام. ممكن يكون في كوندكتور في شحنات موجبة بتمشي وفي شحنات سالبة بتمشي، بس ناخد بالنا من نقطة مهمة، إن لو الشحنات الموجبة والسالبة بيعدوا بمساحة معينة هنلاقي إن الشحنات الموجبة بتمشي في اتجاه والشحنات السالبة بتعدي المساحة في اتجاه تاني، لأن اتفقنا إن البوزيتيف تشارج موفز إن ذا دايركشن أوف ذا فيلد while the negative charge moves in the opposite direction to the field. تمام. It is conventional to assign to the current the same direction as the flow of positive charges. يعني اعتادوا تقليديا كده ان اتجاه التيار هو اتجاه الشحنة الموجبة، وده بيسموه ال conventional current او تيار التقليدي. ال conventional current او تيار ايه؟ التقليدي. تمام.
The direction of current flow is opposite to the direction of the flow of electrons. اتجاه التيار في الوقت ده هيكون عكس حركة الإلكترونات. يعني احنا لو لقينا الإلكترونات ماشية شمال يبقى نقول التيار يمين. لو لقينا الإلكترونات طالعة لفوق نقول التيار نازل لتحت. يعني دايما التيار عكس اتجاه حركة الإلكترونات. تمام؟ طبعا في كتب دلوقتي حديثة بقت ما بترسمش اتجاه التيار هو اتجاه الشحنة الموجبة. بس بقى يرسموا اتجاه التيار هو اتجاه حركة الإلكترونات الفعلي، فده بيسموه الاتجاه الحديث. تمام؟ It is common to refer to any moving charge as a charge carrier. واعتادوا دايما ان هو اي شحنة بتتحرك بيسموها charge carrier اللي هو حامل الشحنة. ممكن التشارج كارير ده يبقى بوزيتيف وممكن التشارج كارير ده يبقى نيجاتيف. والكلمة دي بتظهر اكتر لما بنيجي نشرح السيمي كوندكتورز، لان دايما في السيمي كوندكتورز النوعين هم اللي مسؤولين عن التوصيل، البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج بيكونوا مسؤولين عن الكوندكشن في السيمي كوندكتور، في حين مثلا ان الكوندكتور بتبقى النيجاتيف تشارج هي اللي مسؤوله. فبنقول هنا ان يعني بصفه عامه بدل ما نقول بوزيتيف تشارج ونقول نيجاتيف تشارج نقول عليها ايه تشارج كارير حامل الشحنه. مساله The amount of charge that passes through the filament at a certain light bulb in 2 seconds is 1.67 coulomb. Find the current in the bulb, هات التيار, the number of electrons that pass through the filament in 5 seconds. عدد الالكترونات اللي هتعدي بالفتيلة خلال 5 ثواني. هو بيقول لي ايه؟ انا عندي في خلال ثانيتين عدى الكمية دي من الشحنة 1.67 وعايز التيار. بسيطة جدا، هنقول ان ادي الدلتا تي 2 سكندز وادي الدلتا كيو 1.67 نقسم الدلتا كيو على الدلتا تي تديني 0.835 امبير كولوم بير سكند. الامبير هو ايه؟ كولوم بير سكند. فبدل ما نقعد نكتب كولوم بير سكند نكتب ايه؟ امبير. تمام. طيب السؤال الثاني the number of electrons that pass through the filament. number of electrons هنا عدد. طيب ايه علاقه الشحنه بالعدد؟ فاكرين خصائص الشحنه اللي خدناها في اول شابتر ان التشارج كوانتايزد، الشحنه كوانتايزد، لا اما تكون واحد الكترون لا اما تكون اثنين الكترون، لا اما ذره تفقد الكترون لا اما تفقد الكترونين لا اما تفقد ثلاثه الكترون. عمرنا ما نقول ان في نص الكترون او الكترون ونص او 10 الكترونات ونص. فدايما اي تشارج دلتا كيو بتساوي عدد صحيح من شحنه الالكترونات. العدد الصحيح ده احنا عايزين نجيبه بقى في خلال 5 ثواني. كام الكترون هيعدي في خلال 5 ثواني؟ فالدلتا تي هنا هتبقى 5. تمام. ونشوف كده ازاي نجيب، بنستخدم القانون ده الاي بتساوي دلتا كيو على دلتا تي، وازاي نجيب العدد فيه. تمام. طبعا هنقول طبعا هنضرب كده كروس ملتيبليكيشن هنلاقي ان دلتا كيو بتساوي اي في دلتا تي او كيو اي تي. يعني ببساطه الكيو بتساوي التيار في الزمن. تمام. طب التيار بكام؟ انا لسه جايبه اللي هي 0.835. تمام. في الزمن اللي هو قال لي 5 seconds هديني حوالي 4 كولوم. طب ال 4 كولوم دي قد ايه من الالكترونات؟ هقول ان هي بتساوي n في e. يعني هنقول كده ان ال n بتساوي q على e. q اللي هي كمية الشحنة و e اللي هي شحنة الالكترون الواحد. لان اتفقنا قبل كده ان الشحنه بتساوي عدد صحيح في شحنه الالكترون. الكيو بتساوي ان في اي. فانا لو عايز الان اجي اقسم الكيو على الايه؟ على الاي. ادي الكيو 4.175 وادي الاي الالكتريك تشارج اوف ذا الكترون شحنه الالكترون اللي هي 1.6 × 10⁻¹⁹ هيديني عدد الالكترونات 2.6 × 10⁻¹⁹ الكترونز. ده عدد الالكترونات اللي بتعدي في خلال 5 ثواني بمساحه ما. طبعا عدد ضخم جدا جدا، بس على مستوى الالكترونات ده شيء طبيعي لان الالكترونات دي حاجه كتلتها قليله جدا جدا، ولما تكون موجوده في فوليوم معين فالعدد ده بيبقى طبيعي جدا. في كويك كويس كده ناخده بيقول لي ايه؟ consider positive and negative charges moving horizontally through the four regions in figure. عندي شحنات بتعدي بالاربع مناطق دول، منطقه A و B و C و D. rank
the magnitude of the currents in these four regions from lowest to highest. رتب لي التيار من الأقل للأعلى. تمام. IA is the current in figure A, IB is the current in figure B وهكذا. يعني هنقول هنا التيار هنا هسميه IA والتيار هنا هسميه IB والإلكتريك كارنت هنا وهنا هنسميه IC وID. تمام. طبعا احنا عارفين ان التيار بيساوي الشحنة على الزمن. فلو انا عديت عدد الشحنات هنا الاقي 1 2 3 4 5. طب واحد يقول لي يا دكتور المفروض دول الاثنين دول نيجاتيف والاثنين دول بوزيتيف يكنسلوا بعض يفضل واحده بس بوزيتيف. ده الكلام ده لو انا عايز اجيب ايه؟ لو عايز اجيب النت تشارج محصله الشحنه. تمام. التيار ما بيتكلمش على محصله الشحنه، التيار بيتكلم على الشحنه الكليه، كميه الشحنه بغض النظر عن كانت سالبه او موجبه. فهنا كميه الشحنه هنلاقيهم 1 2 3 4. تمام. طيب طب ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الثلاثه الموجبين دول بيعملوا كارنت ناحيه اليمين كده، والاثنين السالبين دول برضو بيعملوا كارنت ناحيه اليمين، لان اتفقنا ان الكونفينشنال كارنت او التيار التقليدي دايما في اتجاه حركه الشحنه الموجبه. فنلاقي ان الموجبين دول عاملين والسالبين دول برضو عاملين تيار كده ناحيه اليمين، يبقى هنا الخمس شحنات دول بيضيفوا للتيار في الاتجاه ناحيه اليمين. طيب نيجي هنا دول ثلاث شحنات وكلهم في اتجاه واحد، يبقى التيار كده. بس التيار ده هنا بيتناسب مع كام شحنه؟ ثلاث شحنات. نركز هنا التيار بيتناسب مع خمس شحنات، هنا التيار بيتناسب مع ثلاث شحنات. طب هنا التيار بيتناسب مع ايه؟ زي هنا سالب وموجب، بس دول اربعه، الاثنين الموجبين ماشيين يمين فالتيار يمين اهو ماشي يمين، والاثنين السالبين ماشيين شمال فالتيار برضو ماشي يمين، لان التيار عكس السالب. دايما قلنا التيار عكس الايه؟ عكس النيجاتيف تشارج. فبتلاقي ان التو كارنتس دول اد تو ايتش اذر، التيارين هيضيفوا على بعض قيمه اكبر، بس القيمه دي هتتناسب مع كام شحنه؟ 1 2 3 4 شحنات. تمام. هنا طبعا التيار يتناسب مع شحنتين ناحيه الشمال، يعني الشحنه النيجاتيف دي ماشيه يمين، فهنا الكارنت هيبقى ماشي ناحيه الايه؟ الشمال. تمام. هنلاقي بقى اقل كارنت اللي هو دي، لان ده شحنتين، يلي بي اللي هو ثلاث شحنات، يلي سي اللي هو اربع شحنات، يلي اي اللي هو خمس شحنات. فنرتبهم كده، نبدا اي دي اقل من اي بي، اقل من اي سي، اقل من اي اي. تمام. يبقى الالكتريك تشارج الالكتريك كارنت بيتناسب مع كميه الشحنه اللي بتعدي بالمساحه. تمام. ومن المنطقي ان الشحنه الموجبه تمشي عكس الشحنه السالبه. يعني لو انا رسمت لك الرسمه دي ورسمت الشحنه السالبه ماشيه يمين زي الشحنه الموجبه، على طول قول لي يا دكتور ده مش منطقي، مفيش كوندكتور الاقي الشحنتين النوعين ماشيين في اتجاه واحد، لان دايما الموجب بينجذب للسالب فبيمشي في اتجاه المجال، والسالب بينجذب للموجب فبيمشي عكس اتجاه المجال، لان المجال بيطلع من الموجب بيروح للايه؟ للسالب. تمام. فبالتالي ده الرسمه دي منطقيه، دايما الشحنه الموجبه تمشي عكس اتجاه الشحنه السالبه. تمام. بس الكرنت هنا اللي ناشئ من الشحنه السالبه هيكون اتجاهه ناحيه اليمين، والكرنت بتاع الشحنه الموجبه برضو اتجاهه ناحيه اليمين. فبالتالي التوتال كرنت هيكون بيتناسب مع اربع او خمس، مع خمس سوري شحنات في الرسم ده، ده الماكسيمم كرنت. تمام. A microscopic view اللي هو current and drift speed. تمام. احنا عايزين نبص جوه المادة بقى. هنبص جوه المادة. هناخد كده cross sectional area segment كده من conductor، ده conductor، وهناخد جزء منه حتة منه، وهنقول ادي اللي تشارج اللي هي الالكترون بيمشي في الاتجاه ده، او الشحنة الموجبة يعني ايا كان، وبتمشي بسرعه اسمها الدريفت سبيد. تمام. هنا حابب اقارن لكم بين سرعتين يا جماعه، سرعه الالكترونات وهي ماشيه في اتجاه واحد ده اسمه كارنت. تمام. طيب سرعه الالكترونات وهي ماشيه حركه طبيعيه بتاعتها اللي هي تتنقل من اتوم لاتوم بحركه طبيعيه، دي بيسموها الانستنتينيوس فيلوسيتي، السرعه اللحظيه. نلاقي ان السرعه اللحظيه بتاع الالكترونات
الالكترون دي حاجه صغيره قوي زي ما اتفقنا، نلاقي ان السرعه اللحظيه بتاعتها بتبقى حاجه في 10 اس 6 متر بالسكند، يعني ما يقارب يعني الواحد مليون او الاثنين مليون متر على الثانيه. دي ايه سرعه الالكترون اللحظيه اللي هو هيتنقل فيها من اتوم لاتوم. تمام. طيب تخيل بقى، انا قلت للالكترونات اترسي يا الكترونات هنمشي في اتجاه واحد بسبب ان في بوتنشيال بيأثر عليكي، في فرق جهد بيأثر على الالكترونات فيخلي الالكترونات كلها تمشي في اتجاه واحد. فنتيجه وهي ماشيه في اتجاه واحد عماله تصطدم بالكترونات زيها او تصطدم بذرات ثابته في مكانها. تمام. والكوليجنز دي بتعطل حركه الالكترونات فسرعتها بتقل للدريفت سبيد. تعرفوا الدريفت سبيد دي بتوصل لكام؟ بتوصل لحاجه في 10 اس سالب 4 متر بالسكند، يعني حوالي 10 ملي متر او سوري 0.1 ملي متر بالسكند. سرعه قليله جدا جدا، كان الالكترونات بتزحف بتمشي في الثانيه الواحده تقريبا جزء من الملي، في الثانيه الواحده بتمشي جزء من الملي متر. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حركه الالكترون في الوقت ده بتبقى بتاخد شكل زجزاج، شكل متعرج. عارفين لو تشوفوا في الافلام العربي او الافلام الاجنبي واحد سكران بيمشي بيعمل يتطوح، مره يطلع خطوتين قدام، مره يرجع خطوتين ورا، مره يروح خطوتين يمين، مره يروح خطوتين شمال. لو تتخيلوا المشهد ده معايا، الالكترون بالظبط عمال يعمل كده طول ما هو ماشي، ممكن يصطدم بذره تحدفه يمين ويصطدم بذره تحدفه شمال، ممكن يصطدم بذره ترجعه لورا. تمام. فبنلاقي ان حركه الالكترونات في الوقت ده اشبه بالزجزاج، رايح جاي طالع فوق نازل تحت، طالع لقدام راجع ورا. تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه الكوليجن، نتيجه التصادمات. فالسرعه هنا بتبقى قليله جدا نتيجه التصادمات، فبنسمي السرعه دي دريفت سبيد، سرعه الانحدار، دريفت سبيد. طيب تمام. طبعا احنا مقتنعين طبعا ان كل ما عدد الشحنات ده زاد كل ما التيار هيزيد، وكل ما سرعه الشحنات زادت كل ما عدد الشحنات اللي بيعدي في المساحه دي مثلا بيزيد، فالتيار برضو ايه بيزيد. ففي حاجتين هنا هيزودوا التيار اللي هو العدد بتاع الشحنات، وده بالنسبه للكوندكتور اللي مثلا مصنوع من الكبر او من الالومنيوم، يعني ماده ما فيها عدد ثابت من الشحنات. يعني مثلا الكبر مثلا في اخر مدار في الكترون واحد، والالكترون ده هو اللي بيتحرك، فده الفري الكترون. ومعروف ان الدنسيتي بتاع الكبر معروفه، بتقول ان في قد كده اتومز في ال1 متر كيوب. تمام. وادام انا عارف ان عدد الاتومز في ال1 متر كيوب مثلا 1000، طبعا الرقم ده قليل جدا بس انا هضرب لكم مثال يعني بسيط، يعني عدد الذرات مثلا بالنسبه للنحاس في المتر المكعب 1000 ذره مثلا يعني. تمام. فبالتالي عدد الالكترونات في المتر المكعب برضه يبقى 1000 الكترون، لان كل ذره نحاس بيطلع منها الكترون واحد هو المسؤول عن التوصيل. تمام. لان ده الاوتر موست الكترون، احنا درسنا في الكيمستري الفالنس الكترون او الاوتر موست الكترون، ده اللي ممكن يسيب الاتوم بسهوله ويتنقل خلال الكوندكتور. تمام. فهنا ال N او عدد الشحنات ثابت، والسرعه تقدر نغيرها حسب البوتنشال ديفرنس. تمام. فنتوقع كده ان العلاقه بين الالكتريك كارنت والسرعه هتبقى علاقه طرديه، والعلاقه بين الالكتريك كارنت والان والان ده هيكون ثابت بيختلف من متل لمتل، هتبقى برضو علاقه ايه طرديه. تمام. ازاي نجيب الكلام ده كله؟ اول حاجه طبعا انا عارف ان التيار بيساوي الشحنه على الزمن. تمام. فادي الدلتا كيو انا هقدر اجيبها، اللي هو ايه؟ هنجيب النمبر اوف كاريرز. تمام. ونضربه في التشارج بير كارير، يعني شحنة الالكترون E او Q زي الرسمة، الشحنة هنا هنسميها ايه؟ Q. فهنا التشارج Q. طب دول عددهم كام؟ وليكن نعد 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 نعد، طلعوا 1000 واحدة، يبقى نضرب 1000 في Q. طيب احنا مش هنجيب العدد ده بالطريقة دي، هنجيب العدد بدلالة الالكترون دينستي. ازاي؟ انا هشوف في المتر المكعب الواحد في كام الكترون، وليكن هرمز له برمز ان سمول، ده عدد الالكترونات في المتر المكعب.
طب ده مش متر مكعب، ده حجم ما، دي اسطوانة فحجمها معروف، مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة هنسميها ايه والارتفاع هنسميه دلتا اكس. فانا لو جبت الحجم ده وضربته في الالكترون دانستي كده جبت الايه، جبت عدد الكاريرز اللي موجودة في الحجم الابيض اللي انتوا شايفينه ده. نقول تاني، انتوا عارفين ان اي كثافة، نرجع للكثافة بتاع زمان، كانت بتساوي الكتلة على الحجم اللي هي الماس دانستي، الماس دانستي اللي هي بتساوي الماس على الفوليوم. انا لو عايز اجيب الماس اعمل ايه؟ اضرب الدانستي في الفوليوم. طيب في حاجة زي الماس دانستي اسمها التشارج دانستي، تمام، اللي هي كثافة الشحنة او الالكترون دانستي، كثافة الالكترونات اللي هي عدد الالكترونات على الحجم، عدد الالكترونات على ايه؟ على الحجم. فبالتالي لو انا عايز اجيب عدد الالكترونات اضرب الكثافة دي في الحجم. الكثافة دي ايه؟ في الحجم. فالكثافة دي هرمز لها برمز ان سمول، اللي هي ايه ان سمول دي؟ كام الكترون في المتر المكعب الواحد. ان سمول دي ايه تاني؟ عدد الالكترونات في المتر المكعب الواحد. طيب الحجم بقى بتاعي اللي هو ايه؟ الاريا في الدلتا اكس في اللي هي الفوليوم، مساحة القاعدة في الارتفاع، تمام؟ طيب يبقى بالتالي عشان أجيب كمية الشحنة هقول الـ number of carriers اللي هو N A delta X في الـ charge per carrier اللي هي إحنا هنا رمزنا لها في الرسمة بـ Q. بعض كتب بترمز لها برمز E small على أساس إن اللي بيتحرك هو الإلكترون. ففي الآخر إحنا لما بنيجي نستخدم في المسألة بدل ما نكتب Q بنكتب E small، تمام؟ يبقى بالتالي الـ delta Q بتساوي إيه بقى؟ العدد كله اللي هو N A delta X في Q small، تمام. ده قانون الكوانتايزيشن اوف تشارج، يعني ان الشحنه، اي شحنه في الدنيا هي عدد صحيح من شحنه الالكترون. طيب التيار قلنا بيساوي ايه على ايه؟ بيساوي شحنه على زمن. طيب الشحنه موجوده معايا ان ايه دلتا اكس في كيو، اقسم على الزمن. الله، ده انا هلاقي مسافه على زمن دلتا اكس على دلتا تي. طب ما هي دلتا اكس على دلتا تي دي سرعه، تمام. الشحنه بتاعتي مشيت مسافه دلتا اكس مظبوط في زمن دلتا تي، يبقى احنا كده ممكن نلاقي ان دلتا اكس على دلتا تي دي نستخدمها او نعوض عنها بدلاله الايه؟ السرعه اللي هي في دي. يبقى الاي بتساوي ان كيو في دي اي، يعني نفس القانون اللي فوق بس انا قسمت على الزمن، فالدلتا اكس على دلتا تي دي بقت سرعه، فبقى ايه؟ ان كيو في في اي او ان كيو في تي اي، تمام. يبقى هنا كده نسال سؤال، بالنسبة للكوندكتور الواحد الـ N ثابت والـ Q ثابت والـ Area ثابت، يبقى بالتالي لو السرعة زادت التيار يزيد. ده شيء منطقي لأن لو السرعة زادت عدد الإلكترونات اللي هتعدي بمساحة ما هيزيد، وبالتالي التيار هيزيد. ما احنا قلنا التيار بيتناسب مع عدد الشحنات، مش كده؟ طيب الـ Area، لو الـ Area اتغيرت، تمام، لو الاريا قلت من هنا وزادت من هنا، هل التيار هيتغير؟ لا، التيار مش هيتغير، تمام. الاريا هتأثر على السرعة، فهنلاقي ايه؟ ان السرعة هتتغير، هتزيد ولا او هتقل. فهنا الاريا لما تقل الكوليجنز هتزيد، وهنلاقي ان السرعة هتقل، تمام. والاريا لما هتزيد الكولوجنز هتقل فالسرعة هتزيد، تمام. فنلاقي برضو ان الافريج كارنت هنا الحاجة الوحيدة اللي هتأثر عليه السرعة. طبعا لو غيرنا من ميتال لميتال، مثلا بدل الكبر جبت الالومنيوم، عدد التشارجز اللي في الالومنيوم غير عدد التشارجز في الكبر، فبالتالي الان سمول هتتغير، ولو الان سمول اتغيرت الاي اي هيتغير. Current and voltage measurements in a cell. ازاي بقيس التيار وفرق الجهد في اي دايره؟ طبعا في جهاز اسمه مالتي ميتر او افوميتر. الجهاز ده وظيفته ان هو ممكن يقيس فرق الجهد او يقيس التيار او يقيس المقاومه حسب السكيل اللي انا بظبط عليه، تمام. اعتقد ممكن تكونوا شفتوا الكلام ده في العملي، تمام. ده بيبقى عباره عن اربع مخارج ومكتوب على كل مخرج منهم وظيفته ايه. المخرج ده كومون، الكومون ده بيتوصل بيه دايما طرف دائم، وبالتالي انا مثلا لو عايز اقيس مقاومه بيجي حاطط هنا
الـ عند الاوم، الاقي ان هنا مثلا مكتوب اوم، فاحط ده كده اقدر اقيس الاوم. لو عايز اقيس فولت برضو، هنا برضو مكتوب فولت كمان، فعايز اقيس فولت احط ده هنا عند الفولت، والطرفين بتاعتهم اقدر اقيس بيهم الفولت. الباتري دي بطارية 9 فولت، فانا بالتالي لو وصلت الطرفين دول على اطراف الباتري اللي هي بيسموهم الالكترودز، اللي هم البوزيتيف والنيجاتيف بتوع البطارية، الاقي مثلا هي بتقيس كام؟ 9 فولت. تمام. بصفة عامة انا لو عندي مثلا دايرة عبارة عن بطارية ولمبة، مجرد ما اعمل الدايرة كده اللمبة هتنور. الدليل طبعا ان على مرور تيار، ففي تيار مشي في الدايرة. طب انا عايز اقيس التيار ده، يبقى لازم اجيب جهاز اميتر. الاميتر ده رمزه، والاميتر ده بيتوصل ان سيريس على التوالي في الدايرة بالطريقة دي. يعني باجي قاطع في الدايرة واجي حاطط طرفين الاميتر في السكة. تمام. لو عايز اقيس فرق الجهد بجيب فولتميتر واوصله على التوازي، زي ما شايفين كده بيبقى بارل مع اللمبه مثلا. عايز انا كده بقيس فرق الجهد اللي موجود على اللمبه اللي في الدايره. طبعا الكلام ده معمول حسابه ان الاميتر دايما بيتحط ان سيريس عشان يقيس كميه الشحنه اللي ماشيه خلاله. تمام. وعشان كده بيتعمدوا ان يخلوا مقاومته صغيره جدا 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 عشان ما تاثرش على المقاومه الكليه للدايره، وبالتالي تاثر على قرايه التيار. والفولتميتر وظيفته انه يقيس فرق الجهد او فرق الطاقه على طرفيه. احنا اتفقنا كل ما الشحنه ماشيه الطاقه عماله تقل. تمام. زي ما الحجر ما بيقع من اعلى الجبل، فالطاقه هنا غير الطاقه هنا. فانا حاطط طرف قبل اللمبه وطرف بعد اللمبه، يبقى انا كده عايز اقيس فرق الطاقه او فرق الجهد على طرفي اللمبه. فبيتقاس بايه؟ بجهاز الفولتميتر اللي هو على التوازي. وعشان الفولتميتر ده ما يسحبش التيار بتاع الدايره، بيصمموه بحيث ان تكون مقاومته كبيره جدا جدا جدا، فبالتالي التيار دايما بيمشي في السكه السهله. فلما يلاقي ان قدامه سكتين، السكه الاصليه بتاعته اللي هتمشي خلال اللمبه وسكه الفولتميتر، لا هيلاقي ان مقاومه الفولتميتر كبيره مش هيمشي فيها، فهيمشي في خلال اللمبه اللي هي المقاومه الايه؟ القليله. فبالتالي برضو الفولتميتر اتصمم بحيث ما ياثرش على التيار اللي ماشي في الدايره. يبقى الاميتر بيتوصل على التوالي وهو مقاومته صغيره جدا جدا، وبالتالي مش هيأثر على التيار اللي ماشي في الدايره. والفولتميتر هيتوصل على التوازي وهو مقاومته كبيره جدا جدا، ومش هيأثر على التيار اللي ماشي في الدايره، ومش هيسحب التيار خلاله. تمام. وده السيمبوليك سيركت دايجرام، ده شكل السيركت لما بترسم. ده شكل الباتري، بدل ما نقعد نرسم بطاريه بالطريقه دي، نكتب نرسم اتنين الكترودز، واحد قصير واحد طويل. القصير ده نيجاتيف والطويل بوزيتيف. وده شكل الاميتر، دايره وجواها علامه الامبير. تمام. وده شكل البالب، اللايت بالب. تمام. اللمبه. وده شكل الفولتميتر، دايره وفيها في. وقلنا الفولتميتر هيتوصل ان بارلل زي ما انت شايف كده، والاميتر هيتوصل ايه؟ ان سيريس. طيب مين الدايره اللي في دول اللي هتدي تيار؟ Look at the four circuits shown in figure and select those that will light the bulb. أنهي واحدة منهم هتنور اللمبة؟ نبدأ بالأولانية. الأولانية الطرفين بتوع اللمبة متوصلين بـ 1 إلكترود بالبوزيتيف بس، فمفيش potential difference، مفيش فرق جهد، فبالتالي الشحنة مش هتتحرك، ولو الشحنة ما اتحركتش اللمبة مش هتنور. طيب التانية النيجاتيف رايح اهو لللمبة، والطرف التاني متوصل وراجع على اللمبة تاني. خدوا بالكوا، يعني الطرفين، الطرف النيجاتيف متوصل بطرف واحد من اللمبة، والطرف البوزيتيف متوصل بطرف واحد من اللمبة. تمام. والطرفين مقفولين، يبقى كده التيار هيجي ماشي ازاي؟ بصوا كده التيار هيجي ماشي ازاي. ده هيجي اول ما يجي هنا المفروض يعدي في اللمبه واللمبه تنور. لا، ده لقى ان في الطرف السالب بتاعه جاي كده، فهيرجع كده. فدي هتبقى بيسموها شورت، عاملين على البطاريه حاجه اسمها شورت سيركت، فبالتالي اللمبه اصلا مش طرف في الدايره. تمام. التيار هيمشي في خلال الطريق السهل. ايه هو الطريق السهل؟ اللي هو السلك، لان اللمبه دي ريزيستنس، مقاومه، مقاومتها اكبر من السلك.
تمام، فتلاقي ان التيار مشي ورجع كده. تمام، عشان كده مثلا لما تروح لواحد كهربائي ممكن تلاقيه بيوصل الاسلاك من غير ما يمسك اي حاجه عازله، لانه فاهم ان هو لو مسك طرف واحد بس التيار مش هيمشي في جسمه، مش هيتكهرب. طبعا بيبقى لابس طبعا حاجه عازله في رجله او واقف على حاجه عازله، فهو مطمن ان مفيش دايره ماشيه، فبالتالي مش هيتكهرب. وبعض الاحيان كمان ممكن يكون الدايره متوصله زي كده، بص كده دايره متوصله كده، والكهرباء يجي يمسك الطرفين بتوع الكهرباء. تمام، طبعا احنا بنتكلم مش على بطاريه، البطاريه طبعا دي ما بتكهربش، بس لو نتكلم على مثلا الكهرباء بتاع البيت 220 فولت، ممكن تلاقي الكهرباء بيمسك الطرفين دول وما يتكهربش برضه. ليه؟ لان التيار هيمشي خلال اللمبه مش هيمشي خلال جسمه، لان جسمه مقاومته اكبر. تمام، بس طبعا شرط ان هو يكون برضه واقف على حاجه عازله. تمام، لان لو التيار لقى سكه ان هو يمشي خلال الارض ممكن يمشي من خلال جسمه حتى لو جزء بسيط. فالكهربائي حتى لو واقف على مادة عازلة ومسك الطرفين دول مش هيتكهرب، مش التيار مش هيمشي فيه. تمام، طبعا هنا طبعا واضح ان التيار هنا هيقيس اهو هيمشي، يعني انت لو مشيت كده هتلاقي بص اهو مشي خلال اللمبة بعد كده رجع تاني للنيجاتيف، فهنا دي كومبليت سيركت دايرة كاملة، فهنا التيار هيمشي واللمبة هتنور. تمام، طيب هنا هنطلع من البوزيتيف، تمام، هنروح اللمبة، اللمبة هنرجع ده أميتر، تمام، والأميتر هنا إيه نيجاتيف، ماشي. طيب هنلاحظ إن الأميتر مش قاري قراية، معنى إن هو مش قاري قراية يبقى في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ نراجع كده مع بعض، الأميتر مش قاري، ما هو عشان التيار يمشي لازم الأميتر يقرا. هشك مثلا إن اللمبة محروقة، اللمبة دي مش شغالة فالتيار مش هيمشي. طب لا، ده انا اشك في حاجه تانية، هل الاطراف متوصله كويس؟ هلاقي الطرف ده متوصل كويس، انما الطرف التاني مش ظاهر ان هو متوصل، مش ظاهر زي كده. بص هنا الاطراف ظاهره زي ان هي متوصله، تمام، الطرف ده مش ظاهر مش متوصل، فبالتالي الاميتر مش هيقرا الا اذا وصلت الطرف ده. يبقى اللمبه هتنور بس هنا في الدايره دي اللي هي الدايره سي. ريزيستنس اند اومز لو، هنبدأ طبعا بإن احنا نجيب كوندكتور عشان نفهم يعني ايه ريزيستنس وناخد قانون اوم. هنجيب كوندكتور كده ونخلي ان البوتنشال هنا في بي والبوتنشال هنا في اي. لو كان في بي اكبر من في اي فده اتجاه المجال الكهربي، قلنا ان اتجاه المجال الكهربي هو اتجاه نقصان الفي، يعني الفي عمالة تقل، يعني هنا في بي ده اللي هو الجهد العالي، بعد كده طول ما انا ماشي كده الجهد عمال يقل عمال يقل عمال يقل لحد ما اوصل لجهد في اي. تمام، فبالتالي الشحنه الموجبه هتمشي في اتجاه المجال اللي هو التيار الكهربي، فلان التيار الكهربي اهو ماشي في اتجاه المجال. تمام، طيب كل ما بيزيد فرق الجهد كل ما يجرى ايه للتيار؟ هيزيد، زي ما كل ما بيزيد ارتفاع الجبل كل ما الحاجه الجبل اللي بيتدحرج ده سرعته عماله ايه تزيد، وبالتالي السرعه بتتناسب مع التيار. تمام، اتفقنا قبل كده ان الشحنه اللي بتمشي في خلال موصل كانه حجر بيتزحلق او بيتدحرج من على جبل. تمام، وكل ما الجبل ارتفاعه يزيد كل ما الطاقه بتاعه الجبل بتاع الحجر اللي على قمه الجبل بتبقى كبيره قوي، وبينزل من طاقه كبيره لطاقه قليله، فالسرعه عماله ايه تزيد، طاقه الوضع عماله تتحول لطاقه حركه. هنا نفس الكلام، كل ما يزيد فرق الجهد كل ما تزيد السرعه، وبالتالي كل ما تزيد السرعة كل ما يزيد التيار. تمام، فبنلاقي هنا كده ان فرق الجهد بيتناسب مع التيار، وبنقول كده ان فرق الجهد بيساوي ثابت بنسميه ريزيستنس مضروب فين؟ في التيار. تمام، القانون ده طبعا ببساطة احنا ممكن نشبهه بحاجة، هنقول ان الشحنة هي عربية، الشحنة ايه؟ عربية، وفرق الجهد ده هو الناس اللي بتزق العربية بيبذلوا شغل، الجهد ده هو الشغل المبذول. الكلام ده خدناه طبعا في الشابتر 2، الجهد هو الطاقة على الشحنة. تمام، فالجهد هنا بيتناسب مع الطاقة، الطاقة في الأصل كانت شغل. تمام، ف
فهنقول كده ان الشغل المبذول هو يمثل الدلتا في، الناس بتزق العربية. فكل ما عدد الناس اللي بيزقوا العربية يزيد، يعني كل ما فرق الجهد يزيد، كل ما سرعة العربية هتزيد، يعني العربية هي الشحنة، فكل ما التيار هيجرى له ايه؟ يزيد. وثابت التناسب زي ما قلنا هو ايه؟ هو R. طب تعالى بقى نبص القانون من ناحية تانية. طبعا الار عرفناها ان هي فرق الجهد على التيار، ده تعريف الريزيستنس، هي نسبه بين فرق الجهد والتيار. وخدوا بالكم الار ده ثابت تناسب، يعني ما يزيدش ولا يقل للكوندكتور الواحد. الار ده ثابت تناسب، يعني لو فرق الجهد زاد ما حدش يقول للمقاومه تزيد، لا الار ثابت. لو فرق الجهد زاد التيار يزيد، لو فرق الجهد زاد التيار ايه؟ يزيد. لو فرق الجهد قل التيار يقل، بس النسبه بينهم ثابته، يعني الار بتساوي دلتا في على اي. انما لو حصل ان التيار قل، لما نقلت من كوندكتور لكوندكتور، اقول ان الكوندكتور الاولاني كانت الريزيستنس بتاعته قليله والكوندكتور التاني الريزيستنس بتاعته اعلى، يعني التيار لو حصل فيه نقصان افهم ان الريزيستنس بتزيد عند ثبات فرق الجهد، لما يكون فرق الجهد ثابت. ماشي، يبقى القانون ده يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه اوهمز لو. طيب في صيغة تانية لقانون أوم اللي هي الصيغة الأصلية، بس قبل ما هناخدها هنقارن بين الرسمتين دول. تمام، انتوا طبعا كلكم عارفين معادلة الخط المستقيم، يعني لو رجعت كده الدلتا في بتساوي اي في ار، دي معادلة خط مستقيم تناسب طردي، اي تناسب طردي يعتبر معادلة خط مستقيم. يعني لو جيت رسمت الدلتا في على محور والاي على محور هيديني ستريت لاين، خط مستقيم. تمام، فادي العلاقة من الدلتا في والاي خط مستقيم. يعني لما الاقي فيه خط مستقيم بين دلتا في واي هقول ان الخط ده بيحترم قانون اوم. ليه؟ لان قانون اوم بيقول ان فرق الجهد بيتناسب طردي مع التيار. تمام، والعلاقة بينهم لينير. فادام خط مستقيم بسمي المادة دي بسميها اوميك ريزيستنس، مقاومة بتخضع لقانون اوم اسمها اوميك ريزيستنس. تمام، طبعا لو في الحاله دي جبنا السلوب هيبقى اي على دلتا في، واحنا عارفين ان المقاومه دلتا في على اي، السلوب اللي هو الواي على الاكس. لو قسمت الواي على الاكس جبت السلوب اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. فالسلوب كانه تيار على فرق جهد، تيار على فرق جهد هو مقلوب المقاومه، لان المقاومه فرق جهد على التيار. فنقدر نقول ان السلوب واحد على الار، يعني الار ده ثابت فبالتالي السلوب ثابت. تمام، الار ثابته يبقى الميل ايه؟ ثابت. فعشان كده بديك خط مستقيم، لان معروف ان الخط المستقيم ميله ثابت او الانجل دي ثابته، ما هو الميل هو التان بتاع الانجل دي، التانجنت اوف ذا لاين. تمام، اللي هو تان سيتا، يعني الميل هو يمثل تان سيتا. طيب نيجي للعلاقه هنا بين الدلتا في والاي، الاقي ان العلاقه هنا طالعه كيرف، يعني الاسلوب عمال يتغير، المقاومه هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا، المقاومه مش ثابته لان التيار ما الكيرف انتوا عارفين ما ليه اكتر من اسلوب. لو انا خدت مماس هنا اقدر اجيب له اسلوب، لو خدت مماس الناحيه الثانيه اقدر اجيب له اسلوب ثاني، لو خدت مماس فوق اجيب اسلوب ثالث. فبتلاقي ان الاسلوب بيتغير، فبالتالي الار بيجرى لها ايه؟ بتتغير. فهنا الار مش ثابته، فبيقول الماده دي نون اوميك ريزيستنس. العلاقه هنا بتبقى نون لينير، تبقى العلاقه كيرف، العلاقه ايه؟ كيرف. تمام، طبعا احد اسباب الكلام ده كله ان مثلا جبت لمبه ووصلتها ببطاريه. تمام، كل ما زود فرق الجهد التيار هيزيد، اللمبه هتتوهج هتولع هتنور. تمام، بس كلمه تولع معناها كمان بتسخن، يعني ولما بتسخن هناخد بعد شويه ان المقاومه بتقل، فبالتالي سوري المقاومه بتزيد، فبالتالي التيار بيقل. فكل ما زود فرق الجهد الاقي ان المقاومه عماله تزيد والتيار معدل زيادته اقل من الاول لان اللمبه بتسخن. تمام، فتلاقي ان العلاقه بين الدلتا في والاي هتبقى عكس دي، تبقى طالعه كده وبعد كده ايه؟ يعني عند درجات الحراره القليله تبقى طالعه لفوق كده، وتيجي بعد كده بتيجي عامله نازله لتحت شويه. تمام، طبعا لو جينا مثلا للبي ان جانكشن اللي هو الديود، العلاقه بين الدلتا في والاي اقل طول ما فرق الجهد اقل من 7/10 فولت اللي هو بيسموه البارير بوتنشال. هلاقي ان التيار قليل، اول ما الشحنات تاخد طاقه اكبر نلاقي التيار زايد بسرعه،
تمام، دي اللي هي بالنسبة للمادة السيمي كوندكتور. فالسيمي كوندكتور ده نون لينير ريليشن ما بين الدلتا في والدلتا اي، وبيسموه نون اوميك ريزيستنس. يعني المادة السيمي كوندكتور تعتبر نون اوميك ريزيستنس، واللايت بالب اللي هي اللي بتسخن تعتبر نون اوميك ريزيستنس. تمام، انما المقاومه الثابته هتديني علاقه خط مستقيم فبسميها اوميك ريزيستنس. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. بقى تعال نبص القانون اوم من ناحيه تانية. قانون اوم بقى هيقول ايه؟ انا عندي مثلا الكوندكتور ده بالطريقه دي، وادي فيه تيار اي وادي اريا اي، واتفقنا ان في فرق جهد، والفرق الجهد ده اللي بيخلي الشحنات تمشي في الاتجاه ده. تمام، كل ما هيزيد المجال كل ما هتزيد سرعه الشحنات، فكل ما هيزيد التيار. تمام، فقانون اوم بيقول ايه بقى؟ ان الكارنت دينستي، الكارنت دينستي اللي هي التيار مقسوم على المساحه، التيار مقسوم على المساحه، ده اسمه كارنت دينستي بمنظومه رمز جي، بيتناسب طردي مع المجال. كل ما المجال يزيد كل ما سرعه الشحنات تزيد، كل ما الدنسيتي بتاعه التيار برضو يجرى لها ايه؟ تزيد، اللي هي الشحنه، الكرنت دنسيتي اللي هي الشحنه على المساحه. الجي ده الكرنت دنسيتي، اسمه ذا كرنت دنسيتي از بروبورشنال تو ذا الكتريك فيلد. بروبورشنال يعني قلنا يساوي ثابت في الالكتريك فيلد. الثابت ده اسمه بنرمز له برامز سيجما، وبنسميه electrical conductivity، التوصيليه الكهربيه. السيجما ده ثابت بيختلف من متر لمتر، وبنسميه التوصيليه الكهربيه. يبقى الجي بتساوي سيجما في ايه، ده قانون اوم برضو على فكره يا جماعه، ده قانون اوم الاصلي. دايما لما نحب نرجع الالكتريستي الاصلها نتكلم على الالكتريك فيلد، فلما يكون في قانون في الكتريك فيلد يبقى ده قانون اصلي. الجي هو الكرنت دنسيتي اللي هي الكرنت على المساحه، والاي اللي هو المجال الكهربي، كل ما يزيد المجال كل ما تزيد الجي، وثابت التناسب سيجما، ده اومز لو. يعني بدل ما نقول فرق الجهد بيتناسب مع التيار، نقول كثافه التيار تتناسب مع المجال الكهربي. تمام، يبقى ده القانون الاصلي لقانون اوم. تعال كده نوصل لقانون القانون اوم بقى اللي احنا متعودين عليه. انا عارف ان فرق الجهد بيساوي ايه من شابتر 2، بيساوي سالب اي دي. لو تفتكروا القانون، هنشيل الإشارة السالب لأن احنا هنا مش هنهتم بالفقد والمكسب أكتر ما هنهتم بالقيمة. فالدلتا في بيساوي التيار المجال الكهربي E، وهنقول إن الكوندكتور ده كده طوله L، فنقول E في L. تمام، الدلتا في ده اللي هو VB ناقص VA، يعني فرق الجهد. الجهد عند الطرف ده VB والجهد عند الطرف ده A، ففرق الجهد VB ناقص VA. تمام، ويبقى فرق الجهد هنا بيساوي إيه؟ E في L. اي فين؟ في ال. المفروض نحط اشاره سالب، بس مش مهم الاشاره السالب في الاثبات بتاعنا. تمام، طيب اهو ادي الجي زي ما قلنا بتساوي سيجما اي. تمام، هنشيل الاي ونحط بدلها ايه زي ما قلنا؟ دلتا في على ال. هنشيل الاي نحط بدلها دلتا في على ايه؟ على ال. طيب ماشي، ايه تاني؟ طيب هات لي الدلتا في. الدلتا في بتساوي ايه هنا؟ ال في جي على سيجما. دلتا في بتساوي ال في جي على ايه؟ سيجما. طب الجي ده بيساوي ايه بالنسبه للاي؟ الاي على الاي، اي على ايه؟ الكثافه بتساوي التيار على المساحه. تمام، طيب ادي الاي. تمام، طيب قارن لي القانون ده باللي احنا وصلنا له من شويه. مش كانت الدلتا في بتساوي ار في اي؟ يبقى الار هنا تمثل ايه؟ ال على سيجما في ايه. تمام، ال اللي هو طول الكوندكتور، وسيجما قلنا الالكتريكال كوندكتيفيتي، والاريا اللي هي الكروس سكشنال اريا. يبقى عرفنا المقاومه بتاعتنا عباره عن ايه. المقاومه بتاعتنا هتزيد بزياده الطول، كل ما الطول يزيد كل ما المقاومه تزيد، وده شيء منطقي لان لما الطول يزيد طول ما الشحنه ماشيه عماله تصطدم، فالمقاومه المقاومه هي عدد التصادمات. ما هو كلمه مقاومه معنى معبر جدا، مقاومه حاجه بتعاكس الحركه. فايه اللي بيعاكس الحركه؟ زي ما قلنا التصادمات. فكل ما عدد التصادمات هيزيد كل ما التيار هيقل، صح كده؟ فالمقاومه هنا تمثل عدد التصادمات، فكل ال ده المسار اللي هتمشي فيه الشحنه.
الشحنة ماشية عمالة تمشي كده، وهي عمالة تمشي عمالة إيه، مرة تيجي يمين مرة تيجي شمال، مرة تطلع فوق مرة ترجع لورا، يعني عمالة تتأرجح كده وتمشي في حركة زجزاج لحد ما توصل للطرف التاني. فطبعا كل ما الطول هيزيد كل ما التصادمات هتزيد، فالمقاومة هتزيد اللي هي الار. تمام. الاريا اللي هي المساحة، المساحة طبعا معروف ان المساحة لما تزيد التصادمات تقل. بالظبط كده، لما يكون عندك طريق فيه عربيات ماشية، انا ضيقت الطريق جيت كده قفلت حارة وقلت في مشاكل بنصلح مش عارف ايه، فكل العربيات بتعدي من حتة ضيقة قوي، فاحتمال التصادم بتاع العربيات بينها وبين بعضها هيزيد. لما المساحة تزيد احتمال التصادم ده ايه، يقل. فبنلاقي هنا ان الاريا والار بيتناسبوا مع بعض تناسب عكسي، لما المساحة تزيد المقاومة تقل. تمام. السيجما قلنا اسمها كوندكتيفيتي، التوصيلية، تتناسب اصلا، هي تعتبر توصيلية، تعرفها هي كمية التيار اللي بيعدي في الموصل على ما يكون المجال مثلا مقدار 1 فولت على المتر. يعني كأن السيجما دي كأنها تمثل التيار، تعبر عن التيار. فبالتالي السيجما ده لو ثابت الار هتبقى طبعا يعني بالنسبة لدي في الوضع ده ثابتة، بس لو غيرت من كوندكتور لكوندكتور السيجما تتغير. فلو السيجما زادت الار يجرالها ايه؟ تقل. لو التوصيلية زادت، الكوندكتور مثلا التوصيل بتاعه فائق، يبقى المقاومة تبقى أقل ما يمكن. تمام. يعني السيجما دي لو بقت ما لا نهاية، أي حاجة على ما لا نهاية بزيرو، تبقى المقاومة بزيرو. يعني لو قدرنا نصنع كوندكتور السيجما بتاعته بكمية كبيرة جدا جدا انفينيتي نقدر نقول عليها، تمام، يبقى انا بنقدر كده نوصل لمقاومه زيرو. وفي الحاله دي احنا بنسمي الماده بتاعتنا سوبر كوندكتور، ماده فائقه التوصيل، مقاومتها بزيرو. تمام. طبعا السيجما للماده الواحده ثابته يا جماعه، يعني السيجما في القانون هنا ثابته. تمام. يبقى نقدر نلخص الكلام اللي احنا قلناه في القانون النهائي ده، ان الار ممكن نقول هي دلتا في على اي، نسبه بين فرق الجهد والتيار، وممكن نقول ان هي ال على سيجما في ايه، يعني قيمتها بتتغير بتغير ال وبتغير السيجما وبتغير ال. تمام. واحد على سيجما هي مقلوب الكوندكتيفيتي، بيسموها ريزيستيفيتي اللي هي رو. تمام. رو هنا اللي هي ايه، الريزيستيفيتي. هنكمل بعد الاذان يا جماعه.
نكمل يا جماعة. فهنا الـ R قلنا هي نسبة بين فرق الجهد والتيار، لو فرق الجهد زاد التيار يزيد، بس النسبة دايما ثابتة. هنا المقاومة بتساوي L على سيجما في A، يعني الـ R بتعتمد على الـ Dimensions بتاع الكوندكتور اللي هو اللينس بتاعه والكروس سيكشن الاريا بتاعته. طبعا السيجما ده زي ما قلنا ايه، ثابت، بيختلف من كوندكتور لكوندكتور حسب نوع الكوندكتور، نوع المادة بتاع الكوندكتور. طيب مقلوب الكوندكتيفيتي بنسميها ريزيستيفيتي رو، تمام. والرو دي تعريفها هي مقاومة سلك طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، تمام. مقاومة سلك طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، ده الرو. الرو ده برضو ثابت زي ما قلنا، ادام السيجما ثابت يبقى الرو ايه، ثابت. بيختلف برضو من متل لمتل حسب نوع المتل، الرو تتغير. يبقى اذا الرو الار بتساوي رو ال على ايه، لو احنا قلبنا القانون بتاعنا نلاقي ان الرو بتساوي ايه، ار في ايه على ال. هنا لو حابين نعرف الرو هنقول الرو هي المقاومة لسلك طول 1 متر ومساحة مقطع 1 متر مربع، is the resistance of a wire of length L and its cross sectional area is 1 square meter. اليونت بتاعتها لو قلت ان الارض اليونت بتاعته اوم، والاريا متر سكوير، واللينس متر، لو ضربنا اوم في متر سكوير على متر هتديني اوم متر. يبقى الريزيستيفيتي اليونت بتاعتها اسمها ايه، اوم متر. وقلنا ان الرو عكس السيجما، السيجما هي مقلوب الرو او الرو هي مقلوب السيجما، فبالتالي السيجما بتبقى اوم ماينس 1 متر ماينس 1، اللي هي عكس الاوم متر تبقى اوم ماينس 1 ايه متر ماينس 1. الجدول ده بيوضح الريزيستيفيتيز المختلفه للميتلز المختلفه، السيلفر 1.59 تايمز 10 باور نيجاتيف 8، الكوبر 1.77 تايمز 10 باور نيجاتيف 8. هنلاقي لو قارنت الرقمين دول من بعض هلاقي ان الكوبر لو جبت سلك 1 متر من كبر هلاقي ان مقاومته 1.77، لو جبت نفس السلك ده نفس الطول ونفس المساحه بس بدل ما يبقى كبر يبقى سيلفر نلاقي ان المقاومه اقل، تمام. نفهم من كده ان الكوندكتيفيتي بتاع السيلفر اعلى من الكوندكتيفيتي بتاعه الكبر، او العكس، المقاومه بتاع الكبر هي اللي اعلى من مقاومه السيلفر، يعني ده مقاومه الريزيستيفيتي عكس الكوندكتيفيتي زي ما اتفقنا. نلاقي مثلا الجولد، الالومنيوم، التنجستين، الايرون، البلاتينيوم، الليد رصاص يعني، النيكل كروم، الكربون، الجرمانيوم، تمام. الجرمانيوم ده يعتبر سيمي كوندكتور، فنلاقي ان الريزيستيفيتي بتاعته اعلى، يعني بص هنا حاجه في 10 اس ناقص 8، يعني مقاومة قليلة جدا بالنسبة للرقم ده 640. السيليكون من 10 أس 10 ل 10 أس 14 تختلف طبعا حسب حاجات كتير، يعني هل في امبيورتيز في السيليكون، هل في ذرات غريبة في جوه السيليكون، ولا هو كله سيليكون بيور سيليكون، درجة الحرارة، كل الكلام ده بيأثر على الريزيستيفيتي بتاعة السيمي كوندكتورز. الجرمانيوم والسيليكون دول بيعتبروا ايه، سيمي كوندكتورز. الجلاس والهارد رابر طبعا دول بيعتبروا ايه، انسليتورز. وفي الانسليتورز بنلاقي ايه، ان الريزيستيفيتي كبيره جدا 10 أس 15، خدوا بالكم هنا 10 أس ناقص 8، يعني رقم قليل جدا جدا. بصوا كل الميتلز كلها 10 أس ناقص 8، كلها 10 أس ناقص 8، تمام. لحد ما نيجي بقى اول النيكل كروم، طبعا ده عشان سبيكه بنلاقي مقاومته عاليه شويه في 10 اس 5 عشان بيتحمل بيحول الالكتريكال انرجي لهيت في بعض الاحيان. الكربون مقاومته زادت. نيجي بقى للسيمي كوندكتورز، مقاومه بتزيد، تمام. نيجي للجلاس بقى والهارد رابر، ان المقاومه زادت قوي، تمام. العمود الثاني ده بقى بيدلنا ثابت اسمه temperature coefficient، هناخده بعد شوية. temperature coefficient ده ثابت بيربط بين درجة الحرارة والمقاومة. بعد شوية هنعرف ان كل ما درجة الحرارة تزيد كل ما المقاومة هتزيد، وثابت التناسب اهو.
نلاقي برضو بالنسبة للمواد المختلفة كلها إيه، في حاجة في 10^-3 تختلف من ميتال لميتال، العلاقة بين المقاومة وإيه ودرجة الحرارة. تعال بدل ما نسبق الأحداث ناخد إيه الموضوع، بس قبل ما ناخد الموضوع بتاع الريزيستنس ودرجة الحرارة دلوقتي تعال نحل المسألة دي. Calculate the resistance of an aluminum cylinder that has length 10 cm. نيجي كده نجيب ورقة ونكتب ال L بتساوي 10 cm and the cross sectional area 2×10^4 متر سكوير ال A. تمام، يحسب لي ال resistance. طبعا هرجع هنا واروح للألومنيوم، دي ال resistivity بتاعته، ونستخدم القانون بتاعنا اللي هو ده ال R بتساوي رو ال عليه، هو اداني ال L وال A، وانا معايا الرو هجيبها من الجدول، وطبعا في اي امتحان بتبقى جيفن يعني، ونحسب الايه ال R. تمام، يبقى هو اداني اهو معايا الرو جيفن والاريا والال، طبعا السنتي نحوله ايه لمتر، ونستخدم القانون بتاعنا ال R بتساوي رو ال عليه، ادي الرو وادي ال L وادي ال A، تطلع المقاومة رقم في 10^5 اوم، وحدة المقاومة ايه اوم. طيب repeat the calculations for a cylinder of the same dimensions and made of glass. اعمل نفس الحسابات بتاعتك دي بس مش معاك ألمونيوم، معاك نفس الاسطوانة بس مش مصنوعة من الألمونيوم، مصنوعة من الجلاس، يعني نفس الـ A ونفس الـ L بس الرو هيجرى لها ايه تتغير. لو رحنا كده بصينا على الجلاس 10^13 الرو بتاعته. تمام، يبقى هنعيد نفس الكلام ونستخدم الرو. ممكن تكون في غلطة في الجدول، يعني هنا استخدم الرو 3×10^10، هنراجع عليها في الجدول، يعني حاجة برضو ايه كبيرة 10^10، لأن المقاومة بقت كام؟ 1.5×10^13، 1.5×10^ ايه 13. طبعا ده رقم ضخم جدا لو قارناه بالرقم ده، يعني مين اللي مقاومته اعلى، الجلاس ولا الالومنيوم؟ طبعا الجلاس مقاومته اعلى جدا، اعلى بكتير، 1.5×10 موجة 13، هنا 10^-5. عايز تعرف الفاكتور اقسم الرقمين على بعض. تمام، يعني لو جبت كده كالكليتور، انا معايا كالكليتور اهي، هقسم كده، هقول 1.5×10^13 واقسمها على 1.41×10^5، هنلاقي ان الازاز مقاومته 1×10^18 مرة مقاومة الالومنيوم، يعني الازاز مقاومته كبيرة جدا جدا لدرجة ان هي 1×10^18 ضعف مقاومة الالومنيوم. ده كمقارنة ما بين الكوندكتور والايه والانسليتور. Suppose an electrical wire is replaced with one having every linear dimension doubled. يعني عندي كوندكتور او سلك هستبدله بسلك تاني بس كل linear dimension doubled، يعني اللينس doubled والradius doubled. هو linear dimension هنا ما يقصدش بيها المساحة، يقصد بيها الحاجة اللي تتقاس بالمسطرة. لو اي سلك اللي فيه يتقاس بالمسطرة طوله ونص قطره، يقدروا يتقاسوا بالايه باجهزه القياس، تقاس بالسنتي او بالمتر. تمام، هنا كاتب معنى الكلام ده، يعني ايه doubled؟ يعني the length and radius have twice their original values. Does the wire now have more resistance than before, less resistance, the same resistance? تمام، طبعا هنرجع للقانون بتاعنا، ال R بتساوي رو ال على ايه، R بتساوي رو L عليه. هنفرض طبعا ان الكوندكتور في الاول الطول بتاعه L والريديس بتاعه R، فتبقى ال R بتساوي رو L على الاريا اللي هي باي R سكوير. طيب دلوقتي ال L هتبقى 2L هنسميها L داش، وال R هتبقى 2R هنسميها R داش، يعني كل حاجة دابلت بقت كبيرة كده. تمام، في الحالة دي المقاومة في الوقت ده هتبقى عبارة عن ايه، نفس القانون رو ال داش على باي ار داش سكوير. طيب رو ايه علاقة ال ال داش بال ال؟ طب وانا بعمل كده ليه؟ لان هو بيقول لي ايه، هل المقاومة هتبقى اكبر من المقاومة اللي كانت قبل كده ولا اقل ولا ذا سيم؟
يعني انا عايز اقارن. هنشوف كده، هنحسبها دلوقتي مع بعض، هتبقى اقل طبعا بس هنحسبها مع بعض. هنقول ايه؟ ان هنا المقاومه هنسميها ار نيو، وهنا هنسميها المقاومه ار اولد، ونقارن الاثنين ببعض. تمام اهو، يبقى هنشيل ال داش ونحط بدلها 2 ال الطول الضعف، وهنشيل الار داش ونحط بدلها 2 ار النص القطر زاد الضعف. تمام. طبعا لما اعمل سكويرنج، وهنا في 2 وهنا في 4، يعني 2 على 4 هتبقى 1 على 2. تمام. وهنا هتبقى باي ار سكوير، اللي هي ادي الباي وادي الار سكوير، وهنا ايه ال ال. طيب قارن لي بقى، هنا ار رو ال باي ار سكوير، والار الجديده رو ال برضو زي اللي فوق بس 2 باي ار سكوير، يعني هنا كاني قسمت على 2. فافهم من كده ايه؟ ان الار نيو دي بقت النص، قلت للنص من الار ايه اول. هنختار ايه؟ less resistance. اهو لو قسمنا الاثنين على بعض هلاقي ان في فاكتور نص، معنى كده ان المقاومه الجديده نص المقاومه القديمه. تمام. هنختار ايه؟ less resistance، الاختيار ده. تمام. هناخد بعد كده temperature coefficient and resistivity. العلاقة بين resistivity أو المقاومة ودرجة الحرارة. تخيل كده، أنتوا درستوا في الجازز إن كل ما تزيد الغازات، يعني هما بيعتبروا الإلكترون اللي بيمشي جوه الميتال كأنه غاز، غاز من الإلكترونات يعني. فأي غاز لما أنت بتجيب تحط الغاز ده جوه كونتينر وتزود درجة حرارته، الفايبريشنز بتزيد. الكلام ده طبعا درسناه في الوان وان. فبالنسبة للميتال لما ازود درجة الحرارة الفايبريشنز برضو هتزيد. تمام. طيب خليني ابسط لك الموضوع اكتر. انت بتحب تلعب سباق عربيات، فيديو جيم، جبت كده بلاي ستيشن وعندك سباق عربيات وبتلعب، وعملت لك ديفيكالتيز ايزي وميديوم وهارد. على الايزي خليتك تمشي بين العربيات، تعدي بين العربيات وتسبقها، والعربيات بتاعتك ما بتتحركش، ما بيحصلهاش فايبريشن، بتروح يمين وشمال، انت بتلعب عربيات. تمام. فهنا بتلاقي ان الطريق سهل وبتمشي وايزي خالص، فنقدر نقول هنا المقاومه قليله. طيب ازود لك الديفيكالتي شويه، هخلي لك العربيات عماله تروح وتيجي، يعني تيجي تعدي من العربيه تلاقي العربيه بتتحرك يمين او شمال. طيب احتمال الاصطدام معك مع العربيه بيجرى له ايه؟ بيزيد، فصعوبه اللعبه بتزيد مش كده. فهنا الريزيستنس بتاعنا لما الفايبريشنز تزيد الريزيستنس، لان احتمال التصادم هيزيد. زود قوي بقى، زود الصعوبه قوي، خلي العربيات عماله رايحه جايه بسرعه كبيره، يعني الامبليتيود اوف فايبريشن كبيره جدا، فانت اكيد هتصطدم. هتصطدم، ان ما اصطدمتش من العربيه الاولى هتصطدم مع العربيه الثانيه، فالمقاومه بتبقى هنا اكبر ما يمكن. فبالنسبه للميتالز العربيه هي الالكترونات اللي ماشيه، والعربيات الثانيه هي الذرات اللي بيحصل لها فايبريشن اهتزاز جوه الميتال. تمام. فهنا كل ما تزيد درجه الحراره الريزيستيفيتي او المقاومه بتزيد. تمام. دي العلاقه بين ايه؟ المقاومه ودرجه الحراره، علاقه طرديه. تمام. طبعا كان في قانون كده بيتكتب، وبعد كده بنعمل له نوع من انواع الديفرنشيشن ونكتب، نوصل في الاخر للقانون ده. فاحنا هناخد القانون على طول، ان الرو بتساوي رو نود في 1 زائد الفا تي ناقص تي نود. تمام. ايه هي الكلام ده كله؟ هفرض ان عند درجه حراره تي نود الريزيستيفيتي كانت رو نود، ولما درجة الحرارة زادت بقت تي الريزيستيفيتي بقت رو، يبقى الرو بتساوي رو نود في 1 زائد الفا فرق درجات الحرارة اللي هي تي ناقص تي نود. اهو يبقى رو نود از ريزيستيفيتي ات سم ريفرنس تمبرتشر تي نود، يعني نربط دايما بين النود والنود. هنا التي نود ده درجة الحرارة، والرو نود درجة الحرارة عن المقاومة عندها، الريزيستيفيتي عندها. تمام. وفي معظم الكتب بيعتبروا التي نود بتتاخد عند 20 درجة، يعني بيعتبروها 20 ايه درجة، يعني معظم الكتب بتقيس الرو نود دي عند 20 درجة، بس مش شرط يعني، مش أساسي.
alpha is the temperature coefficient of resistivity. الالفا ده ثابت اسمه temperature coefficient. طبعا لما بيكون مثلا عندي رقم مضروب في variable يعني مثلا لما اقول 2x 3x 4x 5x الخمسة اللي مضروبة في الاكس دي بيسموها معامل x معامل x تمام. هنا الالفا ده معامل درجة الحرارة لانه مضروب في درجة الحرارة تمام. فهنا الالفا is the temperature coefficient of resistivity ووحدته زي وحدة الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن. لو تفتكروا الالفا بتاع الثيرمال اكسبانشن التمدد لما قلنا نجيب حاجة لما تتمدد فطولها بيزيد فكان في ثابت تناسب الفا يعني مسخنها تتمدد طول يزيد فثابت التناسب كان اسمه ايه الفا برضو فكان وحدته عكس درجة الحرارة. هنا نفس الكلام الطرف الشمال مقاومة يبقى لازم الطرف اليمين مقاومة فبالتالي الالفا دي لازم تكون الوحدة بتاعتها مقلوب درجة الحرارة بحيث لما اضرب سليزيس يبقى سليزيس على سليزيس فسليزيس على سليزيس هيكنسلوا مع بعض وتفضل ايه لو طرف الشمال اوم متر يبقى طرف اليمين اوم متر تمام. يبقى الالفا دي اليونت بتاعتها ديجري سليزيس تو باور ماينس 1 عكس درجة الحرارة. طيب احنا عارفين طبعا ان العلاقة بين الرو لو انتوا بصيتوا هنا رو ورو نوت لو شلت الرو وكتبت ار ال على ايه ولو شلت رو نود وكتبت ار نود ال على ايه ال على ايه من الطرف اليمين هتروح مع ال على ايه من الطرف الشمال فبدل ما نكتب رو نكتب ار نلاقي ان الار تساوي ار نود في 1 زائد الفا تي ناقص تي نود تمام. يعني هو نفس القانون بس استبدلت الرو بالار الرو اللي هي ريزيستيفيتي والار اللي هي ريزيستنس. ونفس الكلام ايه هي الار نود الار نود هي المقاومه لما تكون درجه الحراره تي نود. ايه هي الار الار هي المقاومه لما تكون درجه الحراره تي. ايه هي الالفا الالفا ده اسمه التمبتشر كوفيشنت معامل درجه الحراره. والقانونين بيقولوا حاجه واحده بس ان كل ما تزيد درجه الحراره كل ما تزيد المقاومه. اسال ريزيستنس ثيرمومتر الترمومتر الديجيتال اللي انت بتروح تجيبه من الصيدليه طبعا في جلاس ثيرمومتر اللي هو جلاس فيفر ثيرمومتر اللي هو الترمومتر المشهور اللي بيقيس بيه درجه الحراره ده اللي بيتحط في الفم او تحت الدراع ده بيبقى ازاز. لا في ترمومتر ثاني بيبقى ديجيتال تمام بيقيس درجه الحراره. فالترمومتر الديجيتال ده معتمد في قياسه على درجه الحراره على قيمه المقاومه يعني جواه برنامج بيقيس المقاومه وبيترجمها لدرجه حراره. ما انتوا عارفين دي علاقه العلاقه دي ممكن تتحسب يعني مثلا لو اديت لك الار والار نود مش تقدر تحسب والتي نود مش تقدر تحسب التي لو انت عارف الالفا. فالترمومتر الديجيتال ده هم ليه سموه ديجيتال لانه جواه دايره الكترونيه متبرمجه لما المقاومه تبقى بكذا درجه الحراره تبقى بكذا فيظهر لك على طول على الشاشه درجه الحراره. فهنا بيسموه ريزيستنس ثيرمومتر ترمومتر مبني على قياس المقاومه هنترجم اهو which measures temperature by measuring the change in resistance of a conductor هو بيقيس المقاومة بدرجة الحرارة بتغير المقاومة. مصنوع من ايه الترمومتر ده is made of platinum مصنوع من مادة البلاتينيوم and has a resistance of 50 ohm at 20 degrees Celsius عن درجة الحرارة لما كانت 20 كانت الريزيستنس ب 50 ohm. When the device is immersed in a vessel containing melting indium جبت الترمومتر ده وحطيته كده في وعاء جواه معدن منصهر معدن من الانديوم المنصهر حاجة سايحة بقى مولعة نار يعني كانت الأول درجة الحرارة 20 كانت مقاومته 50 أوم. طب جبت الترمومتر ده بقى وحطيته في وعاء مليان انديوم بس الانديوم ده منصهر ممكن تتخيل شكله كده يعني حاجة سايحة على النار تمام. Its resistance increases to 76.8 ohm. المقاومة زادت بدل ما 50 ohm بقت 76.8 ohm. From this information, find the melting point of indium. من المعلومتين دول هات لي الميلتنج بوينت بتاع الانديوم يعني هات لي درجة حرارة الانديوم لأن الانديوم منصهر فبدل ما يقول لك قيس لي درجة حرارة الانديوم بيقول لك احسب لي نقطة انصهاره melting point تمام. طبعا المواد المختلفة بيميزها حاجتين اساسيتين نقطة التجمد اسمها الفريزنج بوينت ونقطة الانصهار اسمها الميلتنج بوينت بالنسبة للسوائل بنسميها بويلنج بوينت تمام.
فهنا عايزين نجيب نقطة الانصهار بتاعة الايه الانديم. طبعا الار نود هنعتبرها ب50 لان التي نود بكام؟ ب20. ده البداية الستارت بتاعتك. وقلنا ال20 دي مش شرط، بس هي الكتب معظم الكتب بتمشيها 20، بس ال20 دي مش شرط ان هي تكون البداية، ممكن تكون 30 تكون 40، بس المهم ان المقاومة هنا هي المقاومة عند درجة الحرارة دي. تمام، يبقى الار ب50 لما كانت درجة الحرارة 20. القانون بتاعنا اهو، ار بتساوي ار نوت في 1 زائد الفا تي ناقص تي نوت. هو قال لي الترمومتر مصنوع من ايه؟ من البلاتينيوم. فانا اقدر اديك الالفا بتاع البلاتينيوم ده ثابت، يعني دي خلاص معاك. تمام، طيب هو اداك ايه كمان؟ اداك التي نود واداك الار نود، يعني معاك الالفا ومعاك التي نود ومعاك الايه الار نود، وكمان مديك كام المقاومه؟ 76. تمام، الار بتساوي ايه؟ 76.8. فاحنا هنحل المعادله بتاعتنا دي ونطلع التي. طبعا الحل سهل جدا جدا، يعني اول حاجه نقسم على ار نود، تبقى ايه ار على ار نود، بعد كده الواحد دي تيجي الناحيه التانيه بالماينس. تمام، او بلاش نعملها كده، خلينا اول حاجه نفك القوس ده، نضرب الار نود دي جوه، يبقى ار نود في واحد بار نود، وهنا ار نود الفا تي ناقص تي نود. طب لما يكون عندك هنا ار نود في واحد بار نود، الار نود دي لما تروح الناحيه التانيه جنب الار تبقى بالماينس، يبقى ار ماينس ار نود بتساوي الفا تي ناقص تي نود. طيب انا عاوز تي ناقص تي نود بس، يبقى اقسم ار ناقص ار نود على الفا ار نود، ما هنا في الفا وار مضروب مع الار نود دي دخلت كمان هنا جوه، فنقسم على الفا ايه ار نود. طيب تي ناقص تي نود، يبقى نجيب الماينس دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يبقى تي نود بلس ار ناقص ار نود على الفا ار نود. عايزك تعملها كده بورقه وقلم وتطلع التي، هنلاقي ان تي نود ب20 والار ناقص الار نود، نطرح المقاومتين من بعض 76.8 ناقص 50 على الالفا ده ثابت قلنا جيفن، والار نود دي بكام؟ ب50. تطلع التي 157 درجه، نقطه انصهار الانديم 157 ديجري سليزيس. سوبر كوندكتورز، اشباه اللي هي او المواد سوري فائقه التوصيل، سوبر كوندكتورز فيها شبه من كلمة سيمي كوندكتورز، بس يعني دي حاجة المعنى التاني خالص، ان هي بيسموها اشباه الموصلات، لا دي اسمها سوبر كوندكتورز فائق التوصيل. تمام، من كلمتها كده دي حاجة ايه بتوصل كل حاجة، يعني مقاومتها اقل ما يمكن بتوصل لزيرو. تمام، احنا هنا درسنا ان كل ما تزيد درجة الحرارة كل ما المقاومة تزيد. طب تعال نفكر بالعكس، كل ما درجة الحرارة تقل كل ما المقاومة تقل. طب قلل كمان، قلت المقاومة، قلل كمان، قلت المقاومة، اقعد قلل قلل في درجة الحرارة لحد ما توصل لكيز اللي هي بتاع السوبر كوندكتيفيتي، تبقى المقاومة بزيرو. تمام، فالحالة دي الكوندكتور بتاعنا بنسميه سوبر كوندكتور. تمام، سوبر كوندكتور، بص كده اهو، كنا عمالين نزود في درجة الحرارة المقاومة كانت عمالة تزيد، لا لو جينا في الطريقة العكسية قعدنا نقلل درجة الحرارة نلاقي المقاومة عمالة تقل 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 لحد ما هلاقي ان المادة بتاعتي حصل فيها دروب فجأة، الاتومز توقفت عن الاهتزاز، وخدوا بالكم دي عند درجة حرارة ايه 4 كلفن، يعني 4 كلفن ده لو انت قلت 4 ناقص 273 لو انت عايز تحولها لسليزيس. تمام، 4 ناقص 273 هتطلع دي ناقص 269، ناقص 269 يعني 269 تحت الصفر، يعني دي درجة حرارة منخفضة جدا جدا جدا. هلاقي ان المادة بتاعتي المقاومة بتاعتنا حصل لها دروب كده وابتدت تقل لحد ما وصلت لايه للزيرو عند درجات حرارة منخفضة جدا عند 4 كلفن، عند 4 كلفن المقاومة وصلت لايه للزيرو. ف اول ما يحصل دروب كده درجة الحرارة في الوقت ده بيسموها الكريتيكال تمبرتشر. تمام، وهنا نقدر نقول ان المقاومة بقت قليلة جدا جدا، والمعدن بتاعي دخل في حالة من السوبر كوندكتيفيتي اللي هو التوصيلية الفائقة. طب يعني ايه التوصيلية الفائقة؟ يعني المقاومة بصفر. يعني ايه المقاومة بصفر؟ يعني مفيش تصادمات. تمام، يعني ايه مفيش تصادمات؟ يعني مفيش طاقة بتفقد، لان التصادمات بتخلي المعدن يسخن. يعني انت كده اعمل التجربة دي في البيت،
هات بطارية وصل طرفين البطارية بسلك، هات سلك كده صغير سلك معدني وحط طرف السلك على القطب الموجب بتاع البطارية وطرف السلك التاني على القطب السالب بتاع البطارية وامسكهم بإيدك كده، مفيش يعني ثواني وتلاقي السلك سخن. السخونة دي جت منين؟ السخونة دي جت إن السلك ده ليه مقاومة، والشحنة وهي ماشية جوه السلك عمالة تصطدم بالذرات، ففي طاقة بتفقد على هيئة حرارة، والطاقة طبعا اللي بتفقد دي غير مرغوب فيها، أنا مش عايز أفقد طاقة، مش عايز الحرارة دي تطلع، تمام؟ فالسوبر كوندكتيفيتي هنا بتقول لي زيرو كولاجنز، لا يوجد تصادمات. طب الموضوع ده هيفيدني في إيه برضو؟ ما هو أدام ما فيش زيرو كولاجن، أدام ما فيش تصادمات يبقى ما فيش طاقة بتفقد، يبقى في أقدر أحافظ على البطارية فترة كبيرة جدا من غير ما تنفذ، مع البطارية دي مصدر طاقة، لو وصلتها بسلك السخونة دي بتعمل إيه للبطارية؟ بتستنفذ جزء من طاقة البطارية على هيئة حرارة، مش كل الطاقة بتتحول لطاقة كهربية، في جزء منها بيتحول لإيه؟ لحرارة، فالحرارة دي غير مرغوب فيها في بعض الأحيان، تمام؟ فبالتالي أنا لو الحرارة دي مش موجودة يبقى كل الطاقة بتاعتي اتحولت لطاقة إيه؟ كهربية، تمام؟ الحاجة التانية إن أنا مثلا لما أجي أعمل ماجنت، تمام؟ اللي هي بالذات اللي هي المغناطيسات الضخمة، في بعض الأجهزة بتحتاج مغناطيس ضخم جدا زي بعض الأجهزة الطبية، تمام؟ أو بعض الأجهزة اللي موجودة في القطارات، يمكن كنت تكونوا شفتوا في الأفلام أو لحد منكم سافر في اليابان أو ألمانيا أو كده، نلاقوا في حاجة اسمها القطار السريع، تلاقي قطار كده ماشي على قضيبين بس من غير عجل، طاير على وسادة، يعني مفيش احتكاك، مفيش عجل، في مغناطيس قوي، المغناطيس القوي ده عامل تنافر وخلى القطر يطير على وسادة من المغناطيس أو من التنافر، كأنك جبت مغناطيس كده وحطيته على مغناطيس تاني، تمام؟ المغناطيس اللي تحت كبير قوي والمغناطيس اللي فوق صغير، فتلاقي المغناطيس الصغير ده لو مقلوب يعني بحيث ان الشمالي يقابل الشمالي او القطب الجنوبي يقابل القطب الجنوبي تلاقي حصل تنافر، تلاقي المغناطيس طار لفوق، تمام؟ طبعا لما بتكلم على حاجه زي وزن القطر كده انا عايز مغناطيس ايه؟ عايز مغناطيس ضخم جدا، فبقى جايب ملف كبير اقعد الف الاسلاك، اقعد اجيب اسلاك الفها 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 حوالين معدن من الحديد، والاسلاك دي بيمشي فيها طيار. طبعا بتقابلني مشكلة ايه هي؟ ان المغناطيس الضخم ده وكمية الاسلاك دي بيسخن جامد جدا جدا، فلازم اقعد ابرد كل شوية، اقعد ابرد. طب ايه الحل؟ ان انا لازم اوصل لمادة سوبر كوندكتور، اجيب مادة سوبر كوندكتور قريبة من درجة حرارة الغرفة، مش عند درجات حرارة قليلة كده، فبالتالي لو قدرت اوصل لسوبر كوندكتورز اقدر اعمل القطارات دي كتير من غير ما يحصل لها ايه؟ التيار يفقد على هيئة حرارة، تمام؟ دي حاجة. في بعض الأحيان أنا ببقى عامل إلكترونيك ديفايزز بتستخدم للتخزين، تمام؟ معظم الهارد ديسك والرامات اللي موجودة في الكمبيوتر بتعتمد على الماجنتيك ستورينج، يعني ده بيبقى شريط مغناطيسي، الماجنت ده بيتأثر بالداتا وبيسجل عليه الداتا عن طريق التغيرات المغناطيسية اللي عليه. فممكن برضو الماجنتس دي لو معموله من السوبر كوندكتورز ما بقاش فيه طاقه مفقوده، ما احطش ايديا على المذر بورد الاقي، او ما احطش ايديا على البروسيسور، او ما احطش ايديا على الرامه والاقي ان الرامه سخنت، تمام؟ فلما استخدم ماجنتس مصنوعه من السوبر كوندكتورز ممكن استخدمها في تخزين ايه؟ في تخزين الطاقه بتاعتي، تمام؟ من غير ما يحصل لها ايه؟ فقد، تمام؟ سواء كانت الطاقه دي في الكمبيوتر او الطاقه دي في ايه؟ في حاجة أكبر من الكمبيوتر. Modern superconducting electronic devices consists of two thin film superconductors separated by a thin insulator have been constructed. في بعض الأحيان بيبقوا عايزين يعملوا device وده بيسموه diode يعني أو بيسموه junction، بيبقوا عايزين يعملوا junction من مادتين مختلفتين، زي لو تفتكروا كده الديود كان عبارة عن B junction و N junction، نوع بي طيب وان طيب اللي انتوا درستوا الديود اكيد قبل كده. فهنا برضو انا عايز اعمل جانكشن ما بين معدنين مختلفين، فبجيب النقيضين تماما، بجيب ماده انسليتر
او ممكن نقول عليها سيمي كوندكتور في بعض الاحيان، واخليها سندوتشد، اخلي الماده السوبر كوندكتور دي او المادتين السوبر كوندكتور بينهم ماده انسليتر، فانا كده كاني عملت جانكشن. تمام، وبيبقى ليها برضو استخدامات وليها ابلكيشنز في الفاست سويتشنج، لما يكون في حاجه دايره فيها ترددات عاليه جدا ومحتاج اعمل فاست سويتشنج، يعني اون واوف، دوائر كده بتبقى مسؤوله عن انها تقفل وتفتح، تعمل اون واوف، فبيبقى محتاج ماده استجابتها سريعه جدا للتيار الكهربي، فالماده اللي استجابتها سريعه دي بتبقى ايه؟ سوبر كوندكتورز. تمام، among the super conducting electronic devices are the magnetometers. تمام، اللي هي الاجهزه اللي بتقيس المجال المغناطيسي. كل ما الجهاز ده معمول من مغناطيس قوي وفعال، يقدر احساسه باي مجال مغناطيسي جنبه يكون قوي وشديد. تمام، فبالتالي لما تكون الماده اللي مصنوع منها المغناطيس او الاسلاك اللي مصنوع منها المغناطيس سوبر كوندكتنج، تمام، المغناطيس ده بيقدر لو قرب من اي مغناطيس تاني مشابه ليه او اي معدن مشابه ليه، يقدر يقيس المجال المغناطيسي المنبعث منه. تمام، يعني ده بيعتمد على الحساسيه، الماده السوبر كوندكتنج دي بتزود الحساسيه بتاع الاجهزه اللي بتقيس المجال المغناطيسي، وبيسموها ماجنتوميترز. تمام، وفي طبعا المايكرويف ديفايسز، معظم المايكرويف ديفايسز بيبقى فيها انتنة، والانتنة دي عباره عن ملفات برضو كانها ماجنتس. تمام، والماجنتس دي برضو لو معموله من السوبر كوندكتورز مفيش طاقه هتفقد، والقياس بتاع المايكرويف او انبعاث المايكرويفز من الاجهزه دي هيكون بكفاءه عاليه، مفيش اي طاقه تفقد. يعني فكره السوبر كوندكتور باختصار يا جماعه، ان احنا بنحاول نوصل لمقاومه زيرو، والتقدم اللي احنا ماشيين ناحيته دلوقتي ان احنا عايزين نوصل لمقاومه زيرو عند درجه حراره الغرفه، مش درجه حراره منخفضه زي كده. 4 كلفن طبعا درجه حراره منخفضه جدا، يعني لازم ابرد جامد جدا جدا. فلو قدرنا نوصل لسوبر كوندكتورز مقاومتها زيرو عند درجه حراره مستخدمه زي درجه حراره الغرفه، يبقى هنقدر نقول كده ان مفيش طاقه كهربيه بتفقد في الاسلاك، يبقى كل الطاقه بتخزن جوه الاسلاك على هيئه طاقه كهربائي، ومفيش حاجه بتفقد في الاسلاك على هيئه حراره. طبعا ده هيوفر حاجات كتير جدا جدا في الايه، في الطاقه الكهربائيه. اخر حاجه هناخدها النهارده اللي هي الالكتريكال باور، اللي هي القدره الكهربائيه. بفكركم في الوان كنا بنقول يعني ايه باور. باور هي معدل بذل الشغل، يعني لما اقول انا عندي تكييف 1.5 حصان وتكييف 2.5 حصان، مين الاكثر فعاليه في التبريد؟ هتقول لي الاثنين ونص حصان، الثلاث حصان اكبر من الواحد ونص، فمعدل بذل الشغل بيبقى اكبر. نفس الكلام الالكتريكال باور، الالكتريكال باور دي اللي هي القدره الكهربائيه، قدره بيسموها حتى قدره من اسمها، القدره على استهلاك الطاقه الكهربائيه او تسخير الطاقه الكهربائيه في بذل الشغل. يعني التكييف بيسحب الطاقه الكهربائيه وبيسخر الطاقة الكهربية دي ان هو يبرد، التبريد ده بذل شغل، بيبذل شغل ان هو يعمل يقلل درجة الحرارة بتاع الغرفة. تمام، لما اجيب مثلا كومين رملة، كوم صغير، كومين قد بعض، واجيب اتنين عمال واقول لعامل شيل كل واحد يشيل كوم يطلعه فوق دور الرابع مثلا، يبقى العامل اللي هيبذل الشغل بتاعه في وقت اقل يبقى قدرته اعلى، الباور بتاعته اعلى. يقول لك العامل ده الباور عنده باور لانه بذل الشغل بتاعه اللي مطلوب منه في زمن قليل. فالباور هو الشغل على الزمن، الباور هو الشغل على الايه؟ الزمن. ادي اهي دايره بسيطه، ده ابسط شكل من اشكال الدايره، اللي هي عباره عن باتري وريزيستنس، وده بيرسموه على اساس ان هو بيعملوا جراوندنج لو في اي مشاكل او اي شوك او اي شورت، فالشحنه تمشي في الجراوند ما تبوظش الجهاز بتاعنا. يعني جراوندنج ده حاجه من السيف، يعني طبعا في دول ما بتستخدمش الجراوندنج ده خالص زي مصر مثلا، وفي بعض الدول بتلاقي ان الفيشه بتاعتها بتبقى ثلاثيه الاطراف، دايما بيعملوا حساب الجراوندنج بحيث لو اي شحنات زياده في الدايره بتنزل فين؟ في الجراوندنج، عشان ما تاثرش على الديفايسز يعني بتاعتي. دي بطاريه وده مقاومه وقد التيار ماشي. تمام،
نقدر نقول كده ان التيار ده هو ماشي خلال المقاومة، المقاومة دي بتستهلك التيار، تمام، والبطارية دي بتبذل طاقة عشان التيار يمشي خلال المقاومة. فبيحصل ايه؟ ان هنا بيبقى كيميكال انرجي متخزنة جوه البطارية عمالة تتحول لكاينتيك انرجي على هيئة التيار، ما التيار ده شحنة بتتحرك، فالكيميكال انرجي بتتحول لايه؟ لكاينتيك انرجي في الشحنات، والشحنات ايه؟ بتمشي. طيب الكاينتيك انرجي دي شحنات وهي ماشية لما بتخش في المقاومة بتفقد جزء من الطاقة بتاعتها على عن طريق التصادمات، وبتتحول لايه؟ تحول لثيرمال انرجي، فدرجة الحرارة بيجرى لها ايه؟ بتزيد، تمام. ففي الاخر باستمرار هنلاقي ان البطارية دي خلصت. ليه عامل البطارية خلصت ليه؟ لان الكهرباء الطاقة اللي ماشية وعدت من خلال المقاومة ما رجعتش زي ما هي، في جزء استنفذ خلال على هيئة حرارة، تمام، ففي طاقة مفقودة، تمام، يبقى جزء من الكيميكال انرجي استهلك على هيئة ثيرمال انرجي. مع الوقت بنلاقي ان الكيميكال انرجي دي خلصت والبطارية فضيت خالص، تمام. فهنا لو حبينا نجيب الباور هنقول كده ان الانرجي بتاعتنا اللي هي دلتا يو اللي كان اصلها كيميكال انرجي اللي هي بتساوي ايه؟ كيو دلتا في، دي اللي هتتحول بعد كده لكاينتيك انرجي، تمام، اللي هي طاقة الوضع، يعني طاقة كيميائية تمثل طاقة وضع، وطاقة الوضع دي اللي هي الشحنة بفرق الجهد. طبعا الكلام ده درسناه في شابتر 2، تمام. الباور بقى بيساوي ايه؟ الباور بتساوي الشغل على الزمن. طب انت بتقول لي دي طاقة وضع، ايه علاقتها بالشغل؟ ما هو الشغل بيساوي التغير في طاقة الوضع، تمام، الشغل تعريفه هو سالب التغير في طاقة الوضع. الكلام ده برضو خدناه في شابتر 2. فهنقول بدل ما نقول W هنقول دلتا U على دلتا T. طيب الدلتا U اللي هي عبارة عن ايه؟ Q دلتا V، تمام، يبقى او دلتا Q على دلتا T في دلتا A V. طب مش دلتا Q على دلتا T دي هي التيار، الشحنة على الزمن، هي التيار في دلتا V. يبقى الباور في الحالة دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي I دلتا V اللي هو التيار في فرق الجهد. يعني لو انا قست فرق الجهد ما بين النقطه سي والنقطه دي وضربتها في التيار جبت ايه؟ اللوست باور خلال الريزيستنس دي، الطاقه اللي فقدت او اللي اتحولت لحراره خلال الريزيستنس، يبقى الباور بتساوي اي في دلتا في. طيب مش انا عارف ان الدلتا في ده عباره عن اي في ار، تخيل ده كده اي ار، وانا عندي اي كمان مضروبه فيهم يبقى اي سكوير ار، يبقى ده قانون ثالث، قانون ثاني سوري. طب القانون الثالث بقى لو شلت ال I وحطيت بدلها دلتا V على R، هيبقى عندي دلتا V في دلتا V تبقى دلتا V سكويرد على R، يبقى الباور ليها كام قانون؟ ليها ثلاث قوانين، لما I دلتا V لما I سكوير R لما دلتا V سكوير على إيه؟ على R. ده طبعا دايرة كده مشهورة بتقول لك لو عندك النون والأنونز، يعني لو أنت الأنون بتاعك V فال V هتقول R I أو B على I أو جذر B على R، كلها جاية من الثلاث قوانين اللي فاتت. يعني لو أنت عايز ال B الثلاث قوانين V سكوير على R أو R في I سكوير أو V في A في R، وهكذا لو عايز ال I ولو عايز ال R. يعني دي دايرة، طبعا أنت لو حافظ الثلاث قوانين اللي فاتوا الموضوع مش محتاج منك دايرة ولا حاجة، أنت بتعوض في القانون المناسب. A voltage delta V is applied across the ends of a nickel chrome heater wire having a cross-sectional area A and length L. عندي كده فرق جهد طبقته على سلك أو سخان من النيكل كروم، مساحته A وطوله L، يعني مقاومته معروفة. The same voltage is applied across the ends of a second heater wire having a cross-sectional area A and length 2L. الطول هيزيد بقى 2L. Which wire gets hotter؟ مين اللي هيسخن أكتر؟ The shorter wire ولا the longer wire؟ More information is needed. هنلاقي إحنا عندنا الباور بتتناسب مع مربع التيار. لو رجعت كده هنلاقي إن الباور تتناسب مع طردي مع مربع التيار، تتناسب طردي مع المقاومة، تمام. مين اللي بيأثر على الباور اكتر؟ التيار، لان الاي سكوير، تمام. فلو لقينا ان المقاومة قلت الباور هتقل، بس في المقابل لما المقاومة تقل
التيار يجراله ايه؟ يزيد. والتيار هنا ايه؟ squared. فبالتالي الباور هتبقى اكبر، وبالتالي السلك اللي هيمشي فيه تيار اكبر هيبقى اسخن. تمام، تعال كده نشوف السلك اللي هيمشي فيه تيار اكبر انهي. هنا الشورتر واير ال R بتساوي رو L على ايه؟ ال L قليلة فالمقاومة قليلة. تمام، فهنا المقاومة قلت بس في المقابل التيار زاد. تمام، طب اللونجر واير R بتساوي رو L في 2 رو في 2 L على ايه؟ يعني المقاومة زادت للضعف، المقاومة زادت. طب تعالى كده نشوف ده، المقاومة زادت اهي، يبقى الباور المفروض تزيد. لا، لان لما المقاومه تزيد التيار يقل والتيار سكوير، يعني اي تغير في التيار بيبقى مضروب في نفسه. يعني لو تغير واحد في بتاع ده 2% ولو ربعته يبقى 4%. اذا كان التيار ده بالنقصان يبقى الباور تقل جامد، لو التيار ده بالزياده يبقى الباور تزيد جامد. يعني هنا مش هنقارن ما بين البي والار بس، لا ده هنحط التيار في الحسبان. فلاقي ان الشورتر واير ده هيسخن اكتر، هيبقى جيت هوتر. ليه هيبقى جيت هوتر؟ لان المقاومه هتكون قليله والتيار كبير، والتيار هنا سكوير، التيار ايه؟ اي سكوير، فالباور بتبقى اكبر. هنا المقاومه هتزيد، الباور تزيد، تزيد بس التيار هيقل فالباور برضو هتقل اكتر. تمام، يبقى العامل اللي هيتحكم في الموضوع ده التيار، لانه هنا اي سكوير. تمام، فنختار ايه؟ الشورتر واير. طيب a circuit provides a maximum current 20 امبير at an operating voltage of 1.2 times 10 to power 2 volt، يعني 120 فولت. يعني how many 75 watt bulbs can operate with this voltage source، يعني هستخدم كم لمبه 75 واط اوصلها بالمصدر ده وتشتغل اللمبات كلهم يشتغلوا، ما فيش لمبه ما تشتغلش. ما هو عشان اللمبه تشتغل لازم الكهرباء تتحول لحراره. تمام، يعني لازم المصدر ده يدي طاقه والطاقه دي تتحول لحراره عشان اللمبه تضيء. فانا عايز اعرف كم لمبه هتستهلك الطاقه دي كلها. طبعا الموضوع بسيط جدا جدا، هنيجي عاملين ايه؟ هو مديني التيار بكام؟ ب 20 امبير، والفي بكام؟ ب 120 فولت. مش انا لو ضربت الفي في الاي جبت الباور؟ الباور دي الكليه. انا عندي كام لمبه؟ مش عارف، بس اللمبه الواحده كام وات؟ 75 وات. فلو ضربت عدد اللمبات في 75 وات وساويتها بالباور الكليه اقدر اجيب عدد اللمبات كده. يعني اجيب الباور التوتال باور اللي هي اي في في اللي هي 20 في 120 يبقى 2400 واط. ال 2400 واط دول يشغلوا كام 75 واط؟ نقسم ال 2400 على 75 واط نجيب عدد اللمبات اهو. يبقى النمبر اوف لايت بالبس بتساوي 2400 واط على 75 واط تديني 32 بالب. ببساطه كده كنت بضرب المثال ده زمان في ال 101 بموضوع قفص البرتقال. لو انت عايز تعرف عدد البرتقانات اللي موجودة، هل لازم تجيب البرتقان وتقعد تعده 1 2 3 4 كده؟ لا، بسيطة جدا، تجيب القفص كله وتوزنه وتجيب البرتقانة الواحدة وتوزنها على اساس ان البرتقان كله شبه بعضه يعني. ولو قسمت الوزن كله على وزن البرتقانة الواحدة جبت العدد. تمام، على فكرة انا شفت الكلام ده في السوبر ماركت بالذات مع المتسولين. انت عارف المتسول بيبقى بيقعد يلم كده كمية جنيهات فضة كتير قوي، فجيبه بيتقل، بيبقى معاه كده بتاع 1000 جنيهات فضة، فعايز ياخدهم يحولهم لورق. فبيروح للراجل بتاع السوبر ماركت يقول له انا عايز دول ورق. فطبعا بتاع السوبر ماركت بيبقى بيحب الفكة دي قوي يعني، فبيجي واخد الفكة دي ويحطها على الميزان اللي عنده في السوبر ماركت، هو عارف وزن الجنيه كام، فيروح قسم الوزن كله على وزن الجنيه يجيب عدد الجنيهات، على اساس ان كل الفلوس اللي في الكيس اللي مع الراجل ده كلها جنيهات، ما فيهاش انصاص ولا ارباع او كده. تمام، فهنا نفس الكلام، انا عندي الدايره كلها بتديني ماكسيمم كارنت 20 امبير لما يكون فرق جهد كده. فلو ضربت الفرق الجهد في ال 20 امبير
جبت التوتال باور، دي اقصى طاقة هقدر اخدها من البطارية بتاعتي او من المصدر بتاعي. طيب لو قسمت بقى الطاقة الكلية دي على طاقة اللمبة الواحدة، جبت عدد اللمبات اللي انا اقدر اوصلها مع بعض عشان تستهلك الطاقة دي كلها، تمام، تطلع كام لمبة بقى؟ 32 بلب. طيب السؤال التاني، at 0.12 سنت بير كيلوات اور، 0.12 اللي هي دولار طبعا، اللي هي 12 سنت يعني 12 قرش يعني بالعملة بتاعتنا، لما نقول 12 من 100 جنيه يبقى كأني بقول 12 قرش. فهنا بالنسبة للدولار القرش المقابل للقرش في الدولار اللي هو السنت يعني، فتبقى 12 سنت يعني بير كيلوات اور، يعني الكيلوات اور ب 12 سنت. How much does it cost to operate these bulbs for 8 hours؟ يبقى عشان اشغل اللمبات دي لمدة 8 ساعات هستهلك، هتكلفني كام فلوس؟ طب تعال نرجع لليونت دي، وات اور، كيلو وات دي باور، واور ده زمن، لما اضرب الباور في الزمن، ما احنا قلنا الباور هي طاقة على زمن، فلما اضرب الباور في الزمن كده جبت الطاقة، يعني الفلوس احنا بندفع فلوس القراية بتاع العداد دي بتبقى كيلو وات اور، بندفع فلوس الطاقة، بيحاسبك على الطاقة مش بيحاسبك على الباور اللي هي عبارة عن الباور في الزمن. فاحنا هنقدر نجيب الباور بتاعتنا اللي هي 2400 وات دي ونضربها في الزمن اللي هو 8 ساعات، تمام، ونحول الوحدة بتاعتنا لكيلو وات، بدل وات تبقى كيلو وات، فاعرف استهلكت كام كيلو وات اور في الساعة، ان انا شغالها 8 ساعات، تمام، يبقى في 8 ساعات دول استهلكت كام كيلو وات اور، اضرب الاستهلاك بتاعي في الفلوس دي جبت التكلفة بتاعتي، تمام. فاهو هنحول الباور بتاعتنا من وات لكيلو ايه وات، والانرجي زي ما قلنا هي عبارة عن الباور في التايم، تمام. فلو كانت الباور بالكيلو وات والتايم بالاور تبقى اليونت كيلو وات ايه اور، ادي الباور بتاعتنا هي ب 2.4 من 10 كيلو وات، وادي الثمان ساعات بتاعتنا 8 اور، يبقى في الثمان ساعات هستهلك 19.2 من 10 كيلو وات اور، تمام. طيب الكيلو الوات اور الواحد كام؟ ب 12 من 100 دولار، يبقى نضرب الاستهلاك بتاعي في سعر الكيلو وات اور الواحد اللي هو 12 من 100 دولار، جبت الاستهلاك بتاعي التكلفة بتاعت تشغيل اللمبات دي ال 32 لمبة دول لما يشتغلوا 8 ساعات يكلفوني 2.3 دولار، 2.3 ايه دولار. كده ايه خلصنا؟ شكرا جزيلا، بشكركم.